بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي ومباراة الأهلي ووادي دجلة. بس قبل ما أتكلم في المباراة لازم أتكلم في موضوع مهم جدا. الموضوع طبعا كلكم عارفينه، ولكن هي أشياء لا تشترى. مبادئ الأهلي تظل هي السلطة الحاكمة داخل جدران القلعة الحمراء. دائما ما يحنو الأهلي على أبنائه ويرعاهم ويوفر لهم كل سبل النجاح، لكن عند الخطأ يأتي العقاب. والشفافية شعار يرفعه النادي الأهلي في كل الأوقات. وما العيب في الإعلان عن عقوبة أحد الأبناء عند الخطأ؟ في الأهلي تربينا على ده، تربينا على الأخلاق، تربينا على العمل والإخلاص، تربينا على احترام القواعد، ولذلك أصبح الأهلي فوق الجميع. في الأهلي لا يوجد أحد فوق المساءلة، وكل شيء يدار باحترافية وإدراك لقيمة الكيان، هذا الكيان العظيم الذي يتعرض يوما ما بعد يوم لحروب واضحة هدفها فقط هدم النادي الأهلي. لكن والحمد لله كل المحاولات الرخيصة دائما مسارها الفشل، ويظل الأهلي قلعة الرياضة الأولى في مصر والوطن العربي. والسيناريو ده إحنا متعودين عليه في كل موسم، يمكن من أيام ما كنت أنا بلعب سيناريو بيتكرر كل موسم وربما بنفس التفاصيل، شائعات ومحاولات مستمرة لضرب الكيان وضرب الاستقرار وتأليف قصص وحكايات لا تمت الواقع بصلة، وكل ذلك لتعطيل النادي الأهلي. حاولوا كتير جدا في مواسم كتير جدا، حاولوا كمان في الموسم الماضي لو أنتم متذكرين، لكن الأهلي ضرب المثل في التحدي وفاز بأصعب بطولة دوري يمكن من 20 أو 30 سنة. في الموسم الحالي الأهلي يتصدر عن جدارة، لكنهم لا يتوقفون عن محاولات الهدم. كل يوم حكاية، مرة عن مدرب، مرة عن لعيب، لكن جمهور الأهلي الواعي بيتصدى لكل هذه المحاولات لأنها محاولات رخيصة. ليه بقى؟ حفاظا على ناديهم العظيم والكيان الأعظم. تعودنا في الأهلي على احتواء المشكلات والأزمات دون تجاهل عقاب المخطئ، وهو ما فعله النادي الأهلي وطبقه في كثير من الأحداث عبر كل الأجيال. تقريبا تحدث بعض المناوشات والخلافات بين اللاعبين، وده طبيعي، يعني من أيام زمان جدا في كل حتة بتحصل الحاجات دي. لكن عندما تقرر إدارة الأهلي توقيع العقاب لازم كل اللي بره يصابوا بالفزع. ليه بقى بيصابوا بالفزع؟ لأن الأهلي لم يترك لهم فرصة الصيد في الماء العكر وتعكير صفو الاستقرار الذي ينعم به الفريق. السيناريو يا جمهورنا العظيم أصبح واضح، والهدف كمان منه واضح. الكل بيحاول هدم الكيان، الكل بيحاول هز استقرار الفريق قبل المعترك الأفريقي. الأمور تدار بدون شفافية، الإعلام لا يتعامل مع الأمور بحيادية، وكأن الصوت العالي هو السمة الأساسية في الوسط الكروي الآن. أزمة كهرباء أصبحت الموضوع الأساسي في كل البرامج، وكل واحد يطلع يتكلم ويحلل ويشرح اللي حصل من وجهة نظره وكأنه كان موجود في الحدث. يعني احنا سمعنا 50 رواية، مرة يقول لك كهرباء عمل كذا، مرة مش عارف عمل ايه، مرة ضرب مين، مرة شتم، كل واحد بيقولها مش من وجهة نظره، كل واحد بيألف بقى مؤلف. أما الأزمات اللي في النادي التاني واللعيبة اللي بتشتم مدربينها والحاجات اللي بتحصل بين لعيب جوه، ولا كأن حد واخد باله، أو بمعنى أصح اعمل نفسك ميت. برافو، الخطة مرسومة صح، ولكن مش هتجيب نتيجة إن شاء الله، لأن الأهلي قوي. الأهلي قوي بجماهيره ورموزه ولاعبيه، وعشان كده بقول لجماهير الأهلي ما تخافوش، إحنا قادرين نتصدى لكل هذه المشاكل. وأقول للاعبين بطولة أفريقيا هي اللي هتكون الرد على كل الكارهين والحاقدين واللي مش بيحبوا النادي الأهلي، وبقول للمتحفزين لهدم الأهلي العبوا غيرها، فهذا الكيان العظيم سيظل شامخا مرفوع الرأس يطبق المبادئ على الكل حتى يظل الأهلي فوق الجميع. We'll be right back.
شرف مصر. الاهلي في دم اللي يحبه، عامل زي الروح جوه الجسم. الكوره هيبقى اسمها اهلي لو جينا نسميها باسم. كان نفسه يكون بيلعب في الاجواء دي بصراحه. فعلا الاهلي كيان كبير وفوق الجميع، والتاريخ دايما هيذكر. ونقول في موسم 2020 الاهلي تعرض لهجمه ممنهجه ومحاولات لهدم الكيان، ولكن الاهلي طول عمره شامخ، طول عمره بطل. قبل ما ندخل بقى في اجواء المباراه النهارده، هنستعرض معاكم نتائج مباراه الاسبوع ال 24 اللي ابتدت يوم الاربعاء 2 سبتمبر. طلائع الجيش واسوان 0-0، إنبي والجونة 0-0، سموحة والإنتاج 2-1، وده أول مكسب للإنتاج من ساعة ما خد نقطة من النادي الأهلي. وإمبارح اتلعب طنطا والاتحاد، تعادلوا 1-1. نادي مصر وحرس الحدود 1-1. المقاولين العرب، المصري البورسعيدي 2-0 للمقاولين. بيراميدز والزمالك 2-0 لنادي الزمالك. مباراة اليوم الجمعة 4 سبتمبر إن شاء الله، مصر المقصة والإسماعيلي، وده شغال حاليا. مصر المقاصة كسبانة الإسماعيلي 2-1، والأهلي ووادي دجلة اللي هي مباراة الاستوديو التحليلي، وتحدي قوي بين المارد الأحمر ومواجهة قوية خارج الخطوط بين السويسري فايلر واليوناني بابا فاسيليو في أول مواجهة بين الثنائي. الأهلي بيدخل مباراة اليوم بحثا عن الثلاث نقاط كالعادة، لأن الهدف الأساسي للأهلي هو الفوز، ولكن النهاردة عشان يواصل انتصاراته ويصل للنقطة 65 ويقربنا أكتر من حسم الدوري مبكرا. أما وادي دجلة بيحتل المركز ال 11 برصيد 26 نقطة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، لأنه الفترة اللي فاتت مع بابا فاسيليو قدم يمكن بعد الكورونا 5 مباريات، كسب 3 واتعادل 2. قايمة الأهلي لمباراة اليوم بتضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، خط الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود وحيد، احمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري. خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، واحمد الشيخ، وجونيور اجاييه، وجيرالدو، وعربي بدر، ومحمد فخري، ووليد سليمان. اما خط الهجوم هيبقى اليو بجي ومروان محسن. عشان نعرف كواليس اكتر عن المباراه هنروح لشبكة مراسلينا، ومعانا الآن كريم أحمد من فندق إقامة اللاعبين وشريف شعبان من ملعب المباراة، نعرف من عندهم آخر الكواليس والأخبار قبل ساعات من انطلاق المباراة. كريم برحب بيك، عايزين نعرف منك آخر الأخبار والأجواء قبل لقاء وادي دجلة يا كريم. كل التحية ليك كابتن أيمن شوقي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي ووادي دجلة على استاد القاهرة في تمام الساعة 8 مساء، الجولة 24 من بطولة الدوري العام. إن شاء الله في البداية كالعادة بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني أيضا كمان النهاردة يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض به هذه المباراة. النادي الأهلي مستمر في تركيزه الكبير، سواء لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني، كل تدريب أو كل تجمع مع لعيبة النادي الأهلي بنشوف اللعيبة بتكلم بعض، الحافز موجود والدافع موجود، لكن إن شاء الله بقى يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع كل اللعيبة النهاردة إن هي تكون مركزة بشكل كبير جدا، ويستطيع النادي الأهلي يستمر في سلسلة الانتصارات وضرب الأرقام القياسية والحفاظ أيضا كمان على شباكه نظيفة. النادي الأهلي بيأدي أداء مميز جدا مع المباريات زي ما أكدنا وقلنا أكتر مرة، مع المباريات ومع توالي المباريات إن شاء الله بإذن الله نشوف أداء اللي بينتظره كل جمهور النادي الأهلي. ضغط كبير وتلاحم كبير لفريق النادي الأهلي تحديدا في المباريات، لكن النادي الأهلي متعود على كده، جمهورنا متعود على كده. إن شاء الله بإذن الله لاعبتنا تكون مركزة النهارده بشكل كبير. فريق وادي دجلة بيمتاز بالسرعات، عنده أيضا كمان خبرات في التشكيل أو في القائمة، لكن إن شاء
الله مع القراءة الفنية لمستر ريني فايلر اللي يمكن تابع محاضرات الفيديو بشكل كبير جدا وخلى اللعيبة كمان تتابع المحاضرات والمباراة الأخيرة لفريق وادي دجلة. لكن إن شاء الله النهاردة بإذن الله كل التمنيات لفريق النادي الأهلي بالتوفيق في هذه المباراة. غيابات عديدة كالعادة في صفوف فريق النادي الأهلي، لكن يعني بنتمنى ما يبقاش فيها أي تأثير النهاردة. على رأسها طبعا علي معلول حصول على 3 إنذارات، صالح جمعة للرؤية الفنية، عمرو السولية للإصابة، حسين الشحات ومحمد محمود لاستكمال التأهيل الخاص بهم. كمان كان النهارده يمكن تم الإعلان على الطاقم التحكيم اللي هيخوض هذه المباراة، على رأسهم طبعا حكم ساحة جهاد جريشة، محمود أبو الرجال وسامي هلهل مساعد أول ومساعد ثاني، ومحمد حسن حكم رابع، وحكام الفار وائل فرحان ومصطفى عثمان. اليوم الاعتيادي طبعا كالعادة كابتن أيمن في فندق الإقامة، الفطار الصباحي، وجبة غداء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ثم محاضرة فنية أخيرة هنا في فندق الإقامة لوضع بقى الرتوش الأخيرة والتشكيل وكل الجمل التكتيكية المتفق عليها في التدريبات الأخيرة لفريق النادي الأهلي. إن شاء الله كالعادة هنكون مستمرين معاكم مع جمهور النادي الأهلي، بننقل كل الكواليس الخاصة وأخبار فريق النادي الأهلي سواء في فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة. عودة ليك يا كابتن أيمن. شكرا كريم. ومن كريم نروح للشيف شعبان في ملعب المباراة نتعرف منه على آخر الأخبار وآخر الكواليس في ملعب المباراة. مساء الخير يا شريف، ايه اخر الاخبار عندك؟ تحياتي ليك يا كابتن ايمن، طبعا تحياتي لكريم وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب باذن الله يكون يوم سعيد النهارده لجميع الاهلاويه، والنهارده والاهلي يتوج ب3 نقاط وده تضاف الى رصيده عشان نقرب خطوه مهمه جدا بالحفاظ على اللقب الغالي لقب الدوري العام. يمكن مباراه الاهلي ودجله في الثامنه مساء على استاد القاهره الدولي، يمكن من استاد القاهره كان خليني اقول لك الدخول كان ولا اسهل ولا اروع، امن النادي الاهلي حدث ولا حرك في التنظيم، تنظيم ولا اروع، يمكن دخولنا كان سهل جدا، الاسماء موجوده في الكشوفات، كل الاعلاميين الاسماء موجوده في الكشوفات تخش على طول ما فيش من غير اي مشاكل، الاجراءات الاحترازيه قويه جدا من النادي الاهلي وايضا من استاد القاهره اللي هنا، الاجراءات الاحترازيه تطهير غرف الملابس، الممرات، دكك البدلاء، كل شبر في ارض استاد القاهره بيتم تعقيمه طبعا حرصا على سلامه اللاعبين. الان يمكن وادي دجله كان حريص يكون موجود الان في استاد القاهره الدولي، وكان حريص الان فريق دجله الان وانا بكلم حضرتك كابتن ايمن في ارض الملعب، بيشوفوا ارض الملعب، بيتفقدوا ارض الملعب من اوله لاخره مع المدير الفني ولاعبي دجله. من قبلهم حوالي 5 دقائق كان موجود الطاقم التحكيمي النهارده اللي هيكون بقياده الكابتن جهاد جريشه، ايضا كان موجود النهارده في ارض ملعب من حوالي 5 دقائق. النهارده طاقم التحكيم الكابتن جهاد جريشه، حكم ساحه، مساعد اول محمود ابو الرجال، مساعد ثاني سامي هلهل، حكم رابع محمد حسن، حكم فيديو وائل فرحات ومصطفى عثمان. النهارده غيابات النادي الاهلي كتير، معلول، السوليه، صالح، كهربا، حسين الشحات، محمد محمود، محمود متولي. طبعا الاهلي في صداره برصيد 62 نقطه، يا رب باذن الله النهارده يكون مباراة خير على النادي الأهلي ونوصل للنقطة 65. زي ما قلت لك دجلة لسه في أرض الملعب في انتظار وصول النادي الأهلي، هيكون بإذن الله في 6:30 و5 دقائق بكتير جدا هيكون موجود في أرض الملعب. يا رب بإذن الله النهاردة يكون يوم سعيد لكل الأهلوية. أعود ليك من جديد كابتن أيمن. اتفضل. شكرا للزميل العزيز شريف شعبان، بالتأكيد هنواصل معاكم على مدار الاستوديو وهنتابع كل كبيرة وصغيرة تخص مباراة النهاردة إن شاء الله، بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. دلوقتي هنطلع فاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا، ضيوف الاستوديو التحليلي الكباتن الكبار علاء ميهوب، محمد يوسف، عادل مصطفى، هاني العجيز. نرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي النهاردة، كباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، أهلا وسهلا بيك. أهلا بك. كابتن محمد يوسف، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن. اهلا كابتن عادل مصطفى. اهلا بيك كابتن، منورنا حبيبي. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن هاني عجيزي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك حبيبي. كابتن علاء، الحمله اللي شغاله اليومين دول طبعا احنا متعودين عليها من زمان، ولكن هي زايده قوي اليومين دول. يمكن لما ابتدى النادي الاهلي يقرب من حسم الدرع مبكرا، ابتدى مباراه الوداد تقرب شويه، ابتدوا يتصيدوا اي شيء يعني ويتكلموا في اي حاجه ويضخموا من الامور. شايف الكلام ده هل هيبقى ليه تاثير النهارده على ماتش الاهلي وادي دجله، ولا اللعيبه عندها وعي كامل والجهاز الفني؟ طب استاذنك بس ثانيه قبل ما نتكلم في الموضوع ده. ماشي. يعني فريق الاعداد بتاعك ما شاء الله من سنه 93 زي النهارده بالظبط كسبنا الاهلي والمريخ 2-1 في المريخ، وانت جبت الهدف الثاني في السودان. زي النهارده بالظبط. لا والله. والله وجبت جول وعملت حركه كده غريبة شوية. عملت حركة ايه؟ لا حركة حلوة على فكرة والله. هي دي سنة 93، ده عبد الجليل طبعا. وبيعكس كرة عالية وبيخط الهدف. ايه ده ما شاء الله. كرة افريقيا. ايه الجمال ده؟ 93 هي حركة بتاعتك المعتادة. ايه ده؟ ما شاء الله. فريق الاعداد بصراحة ممتاز بتاعك. دي جديدة دي تصدق؟ قالوا لي ان زي النهارده بالظبط طبعا. لا والله. في السودان كان مع مستر آلان هاريس عبد الجليل. ما شاء الله. 2-1 في السودان.
بس كنت قناص طول عمرك. قناص يا اخي تصدق؟ اه والله. ده ولا كريستيانو؟ لا قناص قناص يعني. دي حقيقة. مر من اثنين. حلو الرقص. وبيعكس كرة. لا ده حاجة جامدة أوي. بس بقول لك سيبك من الأوفر بتاع عبد الجليل. وسيبك من الجول. لا لا وسيبك من الجول. خليك في دي في اللي بعد دي. الرقصة جامدة بصراحة. دي عادية دي. أيوة. اه دي هايلة دي حاجة برازيلي. لا عبد الجليل تاني أوي. لا جلجل لا. بس أسامة صاحب البصمة ده مش كده؟ اسامة عربي بس بص ما شاء الله بص سيبك من عبد الجليل برضو بص الدخله بتاعتي انا بقى لا ما انا بقول لك انت كنت والله يعني. والله كانت ذكريات جميله كابتن علاء النهارده بصراحه فريق حلو صحيح مشكورا يعني قالوا لي ان اتذكر كابتن المعلومه دي بس دي من الماتشات الحلوه قوي وعلى فكره كان ليها ذكرى حلوه قوي دي قول لان ده كان اخر علاقه كويسه بيني وبين مستر هارس فلا والله كان طيب. كان ماتش بره وماتش حلو قوي ومن الجوال هو مفكر برضه الناس 93 دي دي من قديم للاسف بعيد قوي لكن نتكلم بقى في النقطه المهمه من تقريبا مش الاستوديو اللي فات يا ايمن اللي قبليه كنا بنتكلم على برضه كانت في حمله على النادي الاهلي والنادي الاهلي في مشاكل والنادي الاهلي والنادي الاهلي وكلنا يعني اجتمعنا على كلمه واحده هنا في الاستوديو ان دايما النادي الاهلي عشان هو النقطه المضيئه في الكره المصريه والعربيه والافريقيه لازم كل انظار عليه أيوة. كلها عليه وقلت لك دايما الواحد دايما بيبص الحاجه اللي فوق ف في بعض الناس مش كلها طبعا بيستنوا اي غلطه اي هفوه للنادي الاهلي لكن هو دايما كده انت قدرك كده زمان قدامي يقول لك كان قدرك تبقى لعيب في النادي الاهلي عارف ايه قدرك كان في النادي الاهلي أيوة. انك مطلوب تكسب كل الماتشات أيوة. مطلوب تكسب كل البطولات اللي بتدخل فيها المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي من قديم الازل مش موجود بصار. مش موجود لا صحيح. هو دايما النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول او المركز الاول المركز أيوة. الثاني في النادي الاهلي من وانت صغير ما بيتقالش يا ايمن صحيح ما بيتقالش يمكن معظمنا يمكن عاش التجربه دي وانت صغير كده 13 14 سنه ممنوع تقول المركز الثاني تتكلم على المركز الاول فده قدرك زي ده قدر اللعيب قدر المدير الفني ان هو مطالب بكل البطولات اللي يدخلها مطالب لازم يكسبها وكمان بيطلب حاجه زياده انا عايز اداء حلو انت بقى انا بتكلم على افراده لكن بتكلم بقى على النادي ككيان كبير قوي طبعا لازم الناس كلها تبص عليك والناس كلها تبقى مركزه معاك والناس كلها عايزه اي هفوه اي مشكله تحاول توقع فيك ما انا هقول لك حاجه كابتن علاء يعني هو انت بتقول الناس كلها مين هم عايزين ايه يعني الناس كلها اللي في مجالك او مش مجالك معنى صح اللي عايزين يقربوا منافس يعني ولا ما فيش منافس النادي الاهلي احترام الكامل لكل الناس النادي الاهلي ملوش منافس حاجه خالص ايوه دي خليها على جنب عشان ما نخشش في متاهات وكلام بعيد عن الواقع النادي الاهلي ملوش منافس أيوه. في كل حاجه كويس فدي خليها بعيد شويه لكن في بعض الناس ايمن مش عايزين النادي الاهلي كده مش عايزين يعني دايما في مثل كده كان بيتقال زمان يقول لك العين مش بتحب تشوف الاحسن منها صحيح فاهمني فالنادي الاهلي هو اللي دايما واخد العين واخد الشكل الحلو واخد كل حاجه حلوه فاما تحصل مشكله طب ما تيجي نكبر وننفخ في النار وتبقى حاجه جامده جدا طب وليه لكن ده اللي بيتعمل ايه بقى المقابل ايه او اللي بيعمله اداره النادي او اللعيبه او ولا حاجه خالص هو فصلك تماما هم بيتصدوا لكل الكلام ده بهدوء واحترام كعاده النادي الاهلي ولعيبتك زي ما بقول لك انا متعود على كده كتير جدا 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 اللعيب دايما عندوش غير حاجه واحده بس في حياته في النادي الاهلي هو ليه حاجه واحده بس ملعب صح اي حاجه بره الملعب هو بعيد كل البعد عنها ودايما كانت الناس بتحقد على النادي الاهلي او دايما تقول لك ممكن يبقى في مشاكل مفيش نادي في العالم مفيش مشاكل بس طبعا. في نادي مشاكله بتبقى جوه النادي جوه غرفه الملابس ما بتخرجش بره في انديه ثانيه مشكله قد كده بتلاقي الدنيا كلها قرفتها انت في النادي الاهلي لا النادي الاهلي دايما قافل على فرقتك قافل على مشاكلك مفيش حته ما فيهاش مشاكل وبتعرف تتعامل معاها كويس قوي بهدوء ودايما التعامل مع المشكله والرد عليها على حسب قيمه المشكله مشكله ما تبقاش كبيره وتلاقي الرد قليل استحاله في النادي الاهلي كده في صواب وفي عقاب بتغلط بتتجازى وبتتجازى صح عشان في حاجه بس بسيطه قوي انت في النادي الاهلي بس صحيح. انت وعرفت انت فين يا ايمن هتحاول تعمل كل حاجه صح لكن انت في مكان مختلف عن كل حته رحتها وهتروحها وكنت فيها النادي الاهلي حاجه تانية خالص قلعه كده ليها تقاليدها وليها عاداتها وليها سلوكياتها وليها تربيتها وليها كل حاجه فعشان كده الناس كلها هتفضل تركز معاك في اي حاجه لكن اللي انا متاكد منه النهارده لعيبتك ولا في دماغك الكلام ده كله لعيبه النهارده تركز في حاجه واحده بس ثلاث نقاط النهارده عشان
خطوه تاني لبطوله الدوري واطمن جمهوري واطمن على لعيبتي، وان شاء الله النهارده يبقى مكسب واداء كمان. هو كلام مهم جدا طبعا قاله الكابتن علاء ميهوب، ولكن عايزين نطلع من الكابتن علاء ميهوب على الكابتن محمد يوسف، لان الكابتن محمد يوسف كان مدير فني للنادي الاهلي قبل كده، واكيد يا كابتن محمد عدت عليك بعض الاحداث دي، واكيد انت كنت بتحاول اكيد طبعا تفصل اللعيبه عن الاجواء ديت او عن الحملات ديت. دور المدير الفني ودور اللعيبه في المواجهات اللي زي ديت، يعني طبعا هو زي ما قال الكابتن علاء، يعني هو شرح الموضوع، وانا هضيف كمان احنا متعودين على هذا الموضوع، ومتعودين ان دائما بيصار الاقاويل وكلام كتير، وفي مؤسسات اعلاميه بتقوم على اخبار النادي الاهلي وعلى ما يدور داخل جدران النادي الاهلي، سواء جهاز فني، سواء لاعبين، سواء اداره، سواء قرارات اداريه او حاجات فنيه بالنسبه للفريق الاول. فدي نقطه خلاص اللي اشتغل في النادي الاهلي متعود عليها، ودايما بنحاول ان احنا نجنب الحاجات دي كلها، ما بناخدش منها غير الايجابي، بنحاول ان احنا ناخد منها الجانب اللي يحفز لعيبه، اللي يحط دوافع للعيبه. دور المدير الفني طبعا لابد ان هو يبقى بالنسبه للاعبين يعني مثال في ايه؟ في حته انه عدم التاثر بالكلام ده او بالنقد ده او بالاقاويل دي او بالاشاعات دي، لان اللعيبه لما بتلاقي الراجل رقم واحد عادي، الدنيا مش فارقه معاه، كله كلام يعني زي ما بنقول يعني ما يقربش او ما ياثرش على الفرقه، وبالتالي اللاعبين بياخدوا المدير الفني قدوه. النقطه الثانيه كمان ان يعني لعيبه الاهلي والجهاز الفني بتاع الاهلي خصوصا هم بقى العمليين، هم الناس اللي في المطبخ، هم اللي بيترجموا السياسه العامه بتاعه الفريق، لازم يبقى عندهم حته يعني الرد. يعني برضو احنا دايما، والكابتن علاء اتكلم في الحته دي، وكلنا مثلنا النادي الاهلي حته ان احنا دايما ردنا في الملعب، يعني لما بيحصل مثلا نقد او زي ما انت بتقول كده الموجه بتعلى على النادي في جميع المجالات، مش شرط يبقى حاجه فنيه، ممكن تبقى حاجه اداريه، ممكن تبقى حاجه عامه ضد النادي الاهلي، لكن اللعيبه بتفصل، اللعيبه بتفصل، ويبقى الرد فين؟ الرد من خلال النتائج، الرد من خلال الفوز بالبطولات، الرد من خلال الاداء القوي اللي يمتع جمهور النادي الاهلي، فكل الحاجات دي الرد من خلال النظام والسلوكيات اللي بيظهر بيها دائما فريق النادي الاهلي قدام الملايين على الشاشه في الملعب. كل الحاجات دي النادي الاهلي بيرد بيها حتى في علاجه، على علاجه في المواقف المختلفه والمشاكل المختلفه اللي بتقابله. خلي بالك فريق كره قدم في العالم كله، في العالم اديك شايفين برشلونه وبايرن وكل الفرق بتمر بمشاكل، اكيد عندها مشاكل لما بيبقى عندك 25 عنصر بيشتغلوا مع بعض، وجهاز فني كمان حوالي بتاع 15، ادي 40 جهاز اداري وطب، ممكن تخش لك طبيعي جدا، طبيعي جدا 60 70 واحد بيتقابلوا كل يوم بيتعاملوا مع بعض في معاملات مختلفه، بيتعاملوا مع بعض في مواضيع مختلفه، كلهم في مجاله، اكيد هيحصل خلافات، اكيد صحيح. هيحصل اختلاف في وجهات النظر، اكيد حاجات كتيره هتحصل، لكن هنا بقى يجي موقف الاداره، موقف السلوكيات، موقف المبادئ والقيم والاسس بتاعه النادي الاهلي بتبان في الحاجات دي. عشان كده هو النادي الاهلي متفوق، عشان كده النادي الاهلي دايما هو رقم واحد. أي. عشان كده زي ما قال الكابتن علاء، رقم اتنين عند النادي الاهلي ما تعرفهاش، احنا كسبانين 41 دوري، والسنه دي ان شاء الله يبقى ال 42، انما كم مره لو احنا سالنا بعض كم مره النادي الاهلي طلع الثاني، صحيح. خد مركز تاني، مش لنا ولا حد فينا هيفتكر. مزبوط. احنا بنفتكر ايه؟ بنعد بس المركز الاول او البطولات. ايه. خدنا كاس مصر 36 تقريبا على ما اتذكر متهيألي، يعني فانا زي يعني بقول لك بنعد البطولات بس، ما بنعدش المركز التاني ولا التالت ولا وصيف ولا الكلام ده. ايه. ولو حتى في خلافات، والخلافات دي موجوده في كل حته في العالم، يعني مش عايز اقول في كل الانديه بس، ولكن في كل حته في العالم، ولكن الخلافات في النادي الاهلي دائما لا تؤثر على مسيره الفريق. كابتن عادل، بنشوف ان الحرب يوم بعد يوم بتزداد شراسه على النادي الاهلي. هو ده طبيعي وكان موجود قبل كده بس ما كانش واضح. بمعنى ان كل يوم في وسائل جديده لنشر الاخبار. ممكن قبل كده كان في صعوبه شويه ان الاخبار تبقى متداوله او تبقى تنتشر بسرعه.
خلينا منطقيين ان احنا في اخر اربع خمس سنين ما بعد 2011 يعني، بس زادت قوي في اخر اربع خمس سنين، ان الاخبار بقت تنتشر بسهوله وبقت مصادرها كتير، ودي حاجه برضو من الحاجات المهمه. مش هقول ان هي خطر، هي خطر طبعا، ولكن برضو لازم يكون ليها حلول. السوشيال ميديا هي السبب. السوشيال ميديا طبعا. فده يعني خلاص ده واقع، وخلاص احنا عايشين، ما حدش يقدر يعيش من غير السوشيال ميديا. فطبيعي انت وانت قاعد بيجي لك حاجه على موبايلك، ممكن حد بيقول عليك حاجه في مكان تاني خلاص هيجي لك على الموبايل. الاول كانت الامور شويه صعبه، ان اي حاجه بتحصل بتاخد وقت كبير جدا عشان تطلع، ولو في مشكله بتحصل ان الاهلي كان اهم حاجه فيه ان المشكله دي عشان تطلع ممكن تطلع بعد 10 سنين مثلا، ممكن بعد. وهو جمهور النادي الاهلي بيتاثر بكلام السوشيال ميديا؟ لا، ما خلينا منطقيين، اللعيبه بتتاثر بالسوشيال ميديا، وممكن مدرب يتاثر بالسوشيال ميديا، فده شيء طبيعي، احنا بشر، احنا مش ملائكه، احنا بشر. بس انا بتكلم في نقطه، طالما انا عارف ان في هدف او في حاجه بتترتب لي، لازم انا اكون عندي حذر. مهم جدا ان انا يكون عندي حذر، ما ينفعش ان انا طول الوقت ابقى بتعامل ان انا لا، انا عارف ان في حد بيحاربني، فبالتالي لازم يكون عندي احتياطات لده. بمعنى ان لازم كل الناس تفكر بنفس الطريقه. بمعنى ايه تاني؟ بمعنى ان ما ينفعش الناس كلها تشتغل في اتجاه، وتلاقي عنصر صغير في الفريق او في المنظومه كلها يفكر في اتجاه تاني، ان هو اتجاه فردي. دلوقتي التفكير اتجاه جماعي، لازم دلوقتي الفكر لازم يبقى فكر جماعي. بمعنى زي ما كابتن علاء قال وكابتن يوسف قال، حته ان احنا تركيز جوه الملعب دي موجوده طول عمرها عندنا ومش هتغير، وده لا شيء يعني ما حدش يقدر يزايد عليه، مش هيتغير. ولكن في حاجات لازم تتحط جنبها شويه، ان احنا نقدر نعالج او نقدر نتجنب الضغوط اللي احنا بنقابلها. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه لازم يعني اول حاجه اول عناصر المنظومه دي اللعيبه. اللعيبه لازم يبقى فيه سيب، مش مع ضد الناس، انا بتقعد تقول لا لازم يلتزموا ولازم ينضبطوا، هم لعيبه ملتزمه ومنضبطه، ولكن في حاجات صغيره لو اتعالجت اعتقد الامور هتبقى احسن وهيتقفل على اللعيبه اكتر. الحاجات اللي موجوده على التواصل بعد اذنك، زي ما احنا شايفين على الشاشه وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه. توفيق ان شاء الله. مهم جدا ان احنا نقفل، مش نقفل على نفسنا، دي برضو ليها مليون طريقه. دلوقتي السوشيال ميديا، انا ممكن صحفي يستفزك على السوشيال ميديا كلعيب. وممكن يوصلك بمسج على الواتساب بتاعك، ممكن في مليون طريقه. فمهم جدا اول عناصر المنظومه، طبعا الاداره بتحاول تعمل اقصى مجهود عندها، الجهاز الفني والاداري بيشتغل، ده برده بيحاول يوصل لاقصى حاجه، بس برده اللعيب عنصر من عناصر المنظومه. بمعنى ان اللعيب برده لازم يبقى فكره زي فكر المدرب، زي فكر الاداره، وهو ده اتربينا عليه طول عمرنا في النادي الاهلي. اللعيب بيبص كابتن يوسف قالها في وسط كلامه، ان اللعيب بيتاثر بمدربه. فمدربك مركز والاداره بتاعتك مركزه والناس كلها بتشتغل في اتجاه ان هي ماشيين في تراك واحد ولازم نمشي فيه كلنا، يبقى اللعيبه كلها لازم تمشي في نفس الاتجاه. انا مش بلوم على لعيب بعينه، ولكن مهم جدا في الوقت ده اول حاجه الكلام يقل. اول حاجه بتحصل في الوقت الزحمه والدوشه والحاجات دي لازم الكلام يقل. تاني حاجه، انا كلعيب ليا دورين، ليا دور فردي وليا دور جماعي. الدور الفردي اللي هو سلوكياتي انا، سلوكياتي الفرديه لازم اتحكم فيها بشكل كويس جدا. لازم ابقى ادخل جوه المنظومه الجماعيه. الدور الجماعي بتاعه ان هو ينفذ المطلوب منه على مستوى الجماعه، اذا كان في رولز اتحط، في قواعد محطوطه للفريق، في لائحه، في كل حاجه، لازم الحاجات دي لازم تتطبق. وانا شايف ان احنا محتاجين دلوقتي للعيبه، محتاجين برضو ان احنا في حاجات لازم يشربوها تاني. محتاجين، مش هقول نسيوها، بس لا، محتاجين نذكرها تاني، ومش عيب. احنا بنقع في نقطه، انا شايف ان المدربين كتير، في مدربين كتير بيقعوا فيها، وفي حاجات كتير جدا في الاداره اخطاء بنقع فيها، ان احنا ساعات ما بنوصلش المسج كامله للعيب. بنخاف اللعيب ده تهرب منه، او بنخاف اللعيب ده ما يفهمش المسج غلط. أيوة. مش مشكله، كده كده مسج قويه لازم توصل وتتفهم، ولازم يمشي على واللعيب يمشي على ده. فدي نقطه مهمه جدا، لازم المنظومه كلها تشتغل كرجل واحد. ما ينفعش ان انا كلنا احنا الخمسه موجودين وانا بفكر في فكر تاني خالص، انت حضرتك بتفكر في المباراه وانا بفكر في حاجه تانيه خالص. أيوة. لازم كلنا تفكيرنا واحد. ومهم جدا، طالما احنا عارفين ان في انا بتحارب، يبقى لازم نتحد، ولازم الكلام يقل جدا جدا، والعطاء يزيد. أيوة. جوه الملعب. انا شايف كده، لكن مش هنفضل طول الوقت نقول ان احنا بنتحارب، بس لازم انا اكون ليا دور. ايوه، لازم افصل بقى خالص، ولازم افصل حتى عن التواصل مع الناس. ايوه،
كابتن هاني، كابتن عادل اثار نقطه مهمه جدا، وهي ان بيبقى في جلسات بين المدير الفني وبين المدربين وبين اللعيبه وبين لعيبه بعضها. انت يمكن كنت لحد فتره بسيطه جدا في الملعب، وقريب الفتره دي يمكن من الجمهور شويه. لو انت عايز تقول نصيحه لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي يعملوا ايه بالظبط؟ اول حاجه كابتن ايمن ان هو يفصل اول ما ينزل الملعب باي حاجه تانية خالص. يعني احنا يعني كلعيبه ايام ما كنا موجودين في الملعب، الكابتن يوسف والكابتن علاء طبعا اكيد عارف حاجه زي دي. اي مدرب يا كابتن ايمن يجي مثلا يتكلم معاك لما يكون عليك مثلا ضغط من الجمهور او ضغط من السوشيال ميديا او ضغط من اي حد مثلا صحفي او حاجه، يجي يقول لك اول ما تنزل الملعب الغي حياتك الشخصيه والغي كل حاجه، ما تفكرش في اي حاجه عشان ما ياثرش بالسلب عليك في الملعب. يعني دي الحاجه اللي انا فاكرها اللي كانت مهمه، ودي اللي كانت بتحصل لي دايما. يعني انا دايما ايام ما كنت بلعب، ايام ما كنت موجود في الملعب كانت بتحصل لي كتير، كان بيحصل لي انتقادات كتير وبتوصل للسب والكلام ده. بس خلاص انا من طبعي ان انا بنزل خلاص، اللي يشتم واللي يتعامل واللي عايز يقول حاجه يقولها على السوشيال، ما فيش اي مشاكل. بس انا بنزل الملعب خلاص، ما دام نزلت الملعب لازم اقفل على نفسي وما افكرش في اي حاجه، ولا حتى بيتي ولا اولادي، خلاص ده اكل عيشي. لو ما ركزتش في الملعب اول ما انزل الملعب ما ركزتش في شغلي، اكيد هتوتر واكيد هظهر بشكل مش كويس. ولكن في حاله وجود خلافات، يعني لا قدر الله، يعني هو الخلافات دايما موجوده، خلافات بين اللعيبه وبعضها، احنا تعودنا في النادي الاهلي اكيد في خلافات، ولكن بتنتهي بمجرد اعتذار الشخص للاخر او انها تعدي وخلاص مفيش مشاكل، المهم ما تاثرش علينا. بالظبط يا كابتن، بالظبط. مفيش نادي في العالم او مفيش لعيبه في العالم، مفيش اوضه في العالم ما بيحصلش فيها مشاكل. يعني ده طبيعي، احنا بشر وبنغلط وبنهزر مع بعض وكلنا بنبقى سننا قريب من بعض، وطبيعي ان انت مثلا ممكن تقول كلمه او تقول حاجه زميلي ما يتقبلهاش فيحصل مشكله، فده وارد. الفكره زي ما انت حضرتك قلت ان انت خلاص ما دام في ان انت تعتذر، ان انت تقول ان انا اسف، دي خلاص الموضوع يكون خلاص الموضوع اتقفل وانتهى وتركز في شغلك ومفيش اي حاجه خالص. بس انا طبعا انا عايز اتكلم بس في نقطه يا كابتن ايمن، وتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، ان طبعا عايز اتكلم على موضوع كهرباء بالاخص، يعني ان الموضوع ما خرجش. الناس بيقولوا ان الموضوع خرج والاخبار كلها بتخرج من النادي الاهلي والكلام ده، لا، الاخبار لما بتخرج من مجلس اداره يا كابتن ايمن، ما بتخرجش من لعيب او بتخرج من مثلا حد من الجهاز الفني او من حد من غرفه الملابس، لا، بتخرج بتطلع بقرار. فدي ميزه، يعني دي ميزه ما حدش واخد باله منها. ده مبدا في التعامل، يعني الشفافيه مبدا في التعامل، ودي مش اول مره تحصل. يعني حصلت مع موضوع رمضان صبحي لما طبعا حصل الخلاف على لما كان في قاعده طبعا، وكلنا عارفين اللي حصل والمفاوضات والكلام ده كله. لو جيت تلاحظ ان القرار طلع من مجلس اداره النادي الاهلي او من المركز الاعلامي للنادي الاهلي، مش اللعيب ولا النادي المنافس اللي رمضان راح له. يعني دي حاجه برضو تحسب للنادي الاهلي عشان ما حدش او ما يدوش مساحه للناس ان هي تمسك حاجه على النادي او تقول ان في مشاكل في النادي الاهلي زي ما بيتقال دلوقتي. لا، النادي الاهلي مفيش مشاكل، طبيعي ان اي ولد، قصدي اي لاعب، بيحصل مشكله مع زميله، طبيعي ان وبتتلم زي ما حضرتك قلت، بيحصل مشكله يعني الميزه ان النادي الاهلي ما بتطلعش زي ما انا قلت، بتطلع عن طريق الناس المختصه في النادي، ودي حاجه طبعا تحسب للنادي ومجلس الاداره. واحنا شفنا كهربا واعتذر في فيديو يمكن واتشاف النهارده، وانا عايز اقول حاجه لكهربا، لان هو كهربا ابن من ابناء النادي الاهلي، وطول عمر النادي الاهلي بيبقى واقف ورا اولاده حتى لو اخطاوا، ان كانت العقوبه شايفينها مثلا جامده شويه، ولكن العقوبه زي ما قال الكابتن علاء ميهوب على حجم الخطا. الخطا كبير، الاهلي ما بيذبحش ولكن بيحنوا برضه على اولاده، وعشان كده هو يمكن العقوبه الناس شايفاها انها يعني زايده عن الحد شويه، ولكن كهربا تقبل وطلع وقدم اعتذار، وكل المنظومه قبلت اعتذاره. وانا شايف ان كهربا ابن من ابناء النادي الاهلي، كلنا وراه في الفتره اللي جايه، ولكن الكوره الان في ملعب كهربا. يعني للاسف ارتبطت بكهربا حاجات كتير، ولكن الفتره اللي جايه محتاجه من كهربا تركيز، فكر بس في النادي الاهلي، فكر زي ما قال الكابتن علاء ميهوب في الملعب بس، وكل الجمهور النادي الاهلي وكل زمايلك في النادي الاهلي يا كهربا منتظرين منك الكثير والكثير. ونرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبننوه عن نتيجه مباراه مصر المقاصه والاسماعيلي، وانتهت لصالح مصر المقاصه 4-1. كابتن علاء، يمكن مستر فايلر الفتره ديت
بيعاني من ضغط المباريات. وشفنا حاجه غريبه احنا بعد مباراه المصري ان هو ادى يومين راحه 48 ساعه راحه. وطبعا طبعا اللعيبه في ضغط مستمر، ولكن الفروقات البسيطه اللي بين الماتشات وبعضها هل كانت تستدعي ان يومين راحه، وهل يكون في جاهزيه فنيه لمباراه النهارده وبدنيه؟ هو بدنيا وفنيا مش هتاثر، لكن في اوقات ايام كبير كتير قوي الراحه تبقى اهم التمرين، خصوصا في الفترات دي. مهم قوي الفترات اللي هي بعد كورونا ازاي تعمل حمل مناسب للاعيب، لان هو اكيد خد فتره اعداد مش كبيره قوي، دخل مباريات كتير جدا ورا بعض، واللي مخليك مطمئن لحد كبير ان الحاله البدنيه اللي لعيبه في النادي الاهلي غالبيتها كويسه. الاصابات اللي بتحصل دي طبيعي جدا، اجهاد، ماتشات كتير قوي ورا بعض، ضغط بدني، ضغط نفسي، انت عايز تكسب دايما على طول، مجهود بيبذل كتير قوي لانك دايما بتدور على مكسب ومن بدري فعايز تكسب. المشكله في كمان ايما ما حدش خد باله منها كتير قوي، مكسبك لما بيتاخر مجهودك انت بيزيد، بتعمل مجهود زياده على لعيبك مضاعف. عشان كده دايما احنا بنتكلم هنا في الاستوديو بيقول ايه الاهلي لازم يعني اول حاجه بيدور على الهدف بدري هيريحك انت ذهنيا وبدنيا وكل. طول ما 0-0 الفريق المنافس ما هو بالنسبه له متعادل مع النادي الاهلي بالنسبه لي هو ده مكسب. انت لا، انت بتبذل مجهود زياده عشان عايز تكسب، عايز تجيب جول، والجول اللي يجي عايز تغطي الهدف بهدف. عشان كده دايما الضغوط البدنيه والنفسيه لعيبه الاهلي كبيره جدا، لكن يومين راحه ويرجع تاني مش هتعمل لك اي مشكله خالص، ولا بدنيه ولا 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 في حاله اللعيب في الملعب خالص. لكن ممكن يعني حته ان هو يكمل تمرينه وكده مش هيبقى مفيده قوي، لكن هو طبعا اكتر، بص يا ايمن، اكتر واحد اضرب لعيبته مدير الفني، هو اللي عارف كل، هو اللي بيشوفهم كل يوم بيتعامل معاهم، هو شايف حاله كل واحد، هاني مش زي محمد، مش زي عادل، مش زي علاء، كل واحد هو عارف حالته البدنيه فين. في واحد ممكن يديله راحه، في واحد لا ممكن يخليه يتمرن، ولكن هو الشكل العام كله شايف ان كل اللعيبه محتاجه تبعد شويه عن الكوره، عن الكوره وجو الكوره. اوقات بتحب تفصل ايما تبعد خالص، ابعد خالص. دايما كنا بناخد اجازه طويله يقول لك ما تتفرجش حتى على كوره، ابعد ابعد نفسك خالص. فاليومين دول بتفصل شويه وبعدين ترجع لشغل تاني. النهارده مباراه والاثنين مباراه، فبرضه خد بالك الاوقات متقاربه جدا، فاليومين ما اعتقدش هيحصل فيهم حاجه. طب حتى الايام القليله اللي هم مثلا اليومين اللي خد فيهم راحه كان ممكن يعني يصحح بعض الاخطاء الفرديه لبعض اللاعبين، مثلا يجيب 2-3 يعني. هو واضح ان هو كمان عايز يريح، ما هو هو بشر برضه يا ايمن، ما هو مدير فني، ما اكتر واحد بيتعب وبيفكر. والله اكتر واحد بيفكر وبيتعب ودايما شايل مشكله كبيره قوي، انا عايز مكسب والمكسب عايز اداء. يمكن نادرا لما تشوف فايلر في نادرا لما تشوف فايلر في اتعصب في مؤتمر صحفي بعد مباراه. مظبوط، خد بالك هو عليه ضغوط وضغوط جامده. بص يا ايمن، والاكيد بيوصل له كل حاجه، انطباع الناس والشكل العام عن النادي الاهلي، في حته ان هو ينفعل حتى لو ضحك شويه وقال بلاي ستيشن وكده ومشي، لكن هو انفعال مضغوط. فهو التاني هو بشر، فلازم التاني يبعد شويه، لازم يهدى شويه، عارف حته التجديد، هي الوقت مش كبير بس على الاقل في تجديد، في نشاط. كونك انت تبعد شويه كده وترجع تاني اعتقد كانت حاجه كويسه للكل. احنا هنيجي لحته العصبيه دي واللي هو قاله، خصوصا ان دار نقاش بينك وبين الكابتن محمد يوسف من اسبوعين في نقطه كده معينه، النتيجه ولا الاداء. فعايزين نتكلم فيها، ولكن هنتكلم مع كابتن محمد يوسف على رؤيتك الفنيه النهارده لمباراه الاهلي وادي دجله. بص طبعا المباراه صعبه، يعني مباراه صعبه ليه؟ لان اولا النادي الاهلي عنده غيابات، تتكلم في ما يقرب من 4-5 لعيبه مميزين، يعني بتتكلم محمود متولي، عمرو السوليه، حسين الشحات، علي معلول، الغياب انذارات كهربا، صالح جمعه استبعده تاني الراجل فنيا، يعني عنده غيابات في عناصر كتيره. دي رقم واحد. رقم اتنين ان لسه مفيش هارموني او انسيابيه قوي في الاداء، يعني ماتش المصري كان فيه طبعا وان سايد جيم بالنسبه للنادي الاهلي، قدر يلعب او يعني يضغط المصري بشكل مستمر، كان ممكن كمان يضعف النتيجه، لكن لسه ما وصلناش للكرة والسرعة والأداء بتاع قبل الكورونا. نيجي بقى للشق الثاني بالنسبة لوادي دجلة. وادي دجلة بعد التوقف بعد كورونا لعب 5 مباريات، ال5 مباريات عمل نتائج فيها إيجابية، يعني كسبان المقصة 3-1، كسبان اف سي مصر، كسبان تعادل مع اسماعيلي، كسبان الحرس، يعني كسبان 3 مباريات ومتعادل ماتشين، يعني جايب 11 نقطه من 15 نقطه. فده يعتبر بالنسبه لوادي دجله
نتائج كويسه ايجابيه. بالاضافه ان النهارده يعني لما تيجي تتصور الجيم انا متصور ان هو هيعتمد عنده مروان حمدي هداف الفرقه، عنده رصيد 6 اهداف وده اعاره من المقصه مظبوط عادل غالبا في المقصه، عنصر من العناصر المميزه مروان حمدي ان انا اجيب 6 اهداف وانا في وادي دجله، دي حاجه من الحاجات الكويسه. عنده وسط ملعب انا شايف ان وسط ملعبه مميز، يعني لما تتكلم في محمد هلال تتكلم في احمد سعيد عمرو صالح، عنده عناصر في وسط الملعب من العناصر اللي بتعرف تستحوذ بتعرف تنقل الكوره، عندهم كمان ولد يوناني احتمال يلعب احتمال ما يلعبش، بيلعب برضه ارتكاز في وسط الملعب. عنده بقى كمان يا كابتن ايمن سرعات، يعني لازم النهارده النادي الاهلي وهو بيهاجم وهو بيبحث عن التلت الهجومي بتاعه وعن الضغط الهجومي بتاعه لابد ان ياخد يعني حسابه فيه. حسام عرفات عنده سرعات عاليه جدا، كابو كمان كابو عنده سرعات عاليه جدا، ووادي دجله يعني انا شفته في اكتر من مباراه كان بيلجا للحته دي. صحيح. يعني كان بيلجا للسرعات بتاعت حسام عرفات بتاعت كابو، بالاضافه لمروان حمدي محمد هلال كمان عينه عليهم باستمرار. عنده كمان مروان حمدي كمان مروان حمدي من اللعيبه الهداف. عنده كمان يعقوب الباك ليفت، يعقوب الباك ليفت مفتاح لعب قوي. صحيح. جدا بيشتغل في ال 80 متر رايح جاي. صح. فعنده سرد باكين يعني عايز اقول الى حد ما بالنسبه لمستوى الدوري محمود مرعي وخالد رضا الاثنين برضو عناصر، عنده عبد المنصف ورا برضو عنده خبره. فالمباراه النهارده مش سهله، يعني النادي الاهلي ما يستسهلش المباراه. صحيح. لابد ان يبقى في تركيز عالي جدا، واكيد فايلر والجهاز الفني طبعا مجهزين لعيبه. مفيش مباراه سهله زي ما قال وزي ما احنا اتفقنا كلنا ان اي حد بيلعب النادي الاهلي بيبقى حماس وروح وعايز يكسر الدنيا رغم فارق النقاط. يعني انت بتتكلم في وادي دجله عنده 26 نقطه، النادي الاهلي عنده 62 نقطه. مظبوط. بتتكلم في فرق اهداف مثلا من 56 ل 24، النادي الاهلي جايب 56 هدف، وادي دجله 24، ففرق كبير. أيوه. وادي دجله دخل فيه 30 هدف، الاهلي دخل فيه 8. فحلاوه الكوره ان 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 شوف الفروق دي كلها ممكن تنزل النهارده في الملعب لو لعبت الاهلي ما خدوش المبادره اللي احنا اتكلمنا عليها. ولو احنا رجعنا فاكر تتذكر ماتش امبي، تتذكر ماتش الانتاج الحربي لما طبعا. المبادره والبدايه هربت من كده، كانت الموضوع كان فيه صعوبه شويه. مزبوط. فاعتقد النهارده مهم جدا النادي الاهلي يخش من بدايه الجيم على طول بالريتم اللي هو بيميز لعيبه الاهلي. انا عندي معلومه ان هو هيلعب براسين حرب النهارده، هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها الماتش اللي فات، هيلعب ببادجي ومروان. فطبعا واضح ان هو عايز يمشي في الاتجاه ده، وحاطط قفشه مكان ديانج او مكان عمرو السليه، لان عمرو السليه مصاب فهيلعب بقفشه. دي حته انا شايف هتدينا تفوق هجومي، لان قفشه بطبعه والكره معانا هتتحول الطريقه ل 4-1-3-2. ليه؟ لان قفشه بطبيعه الحال واحنا معانا الكره هيبدا بدل ما بيلعب اتنين هيبقوا فلات هيبقى هيقلبه، هيبقى واحد قدام واحد، هيبقى حمدي هو اللي تحت وقدامه قفشه. ولكن ده هيبقى على حساب الناحيه الدفاعيه. بص طبعا الى حد ما قفشه ما هواش عنده معدلات الضغط اللي عند السوليه وحمدي فتحي ما عندهاش، لكن انا ممكن يعني بطريقه اخرى اجبر وادي دجله ان هم يبقوا على طول في وضع دفاعي. يعني. ليه؟ لان قفشه هيساعدك في الاستحواذ، انت هتضمن برضو ان الكوره معظم الوقت هتبقى معاي. في استحواذك. اكيد برضو حته تانية مهمه جدا، حته مروان واليو بادجي لازم يبقى ليهم دور في الضغط. مزبوط. عشان تعوض شويه. مزبوط. حته الضغط بتاعت نص الملعب، يبقى تبدا دفاعك من الاثنين فراوده. مزبوط. ما يبقاش الكوره مثلا مع وادي دجله وهم المهمه بتاعتهم انتهت، لا ده لازم يشتغلوا في حته الضغط. وعلى فكره الضغط لما بيبقى فيه فرودين وبيشتغلوا ضغط كويس جدا بينتج عنه ان انت بتقطع الكره في التلت الايه؟ التلت الهجومي بتاعك او التلت الدفاعي بتاع بس احنا عايزين نقول طبعا ان الراجل مدرب وادي دجله مختلف عن تكيس شويه، وده اللي هقوله كوت للكابتن عادل ما بيبنيش ورا يعني. على موضوع الفرق بين هو المدرسه تقريبا واحده، لان برضو الجديد قبرصي ويوناني وكان لعيب في نيوكاسل يونايتد يمكن زمان، انما هو فكره مختلف نوعا ما عن تكيس. تكيس كان بيحب ان هو يبدا من تحت مهما كانت الظروف ومهما كان نتيجه المباراه، مش عايز يعدل اللعب، ده غيره تماما. هل ده يدي صعوبه لمباراه الاهلي النهارده؟
خلينا منطقيين ان المباراه النهارده اصعب مباراه للاهلي في الخمس ماتشات اللي فاتوا. معاك. اصعب مباراه الزمالك. معاك فعلا. لظروفها، مش ان دجله اقوى من الزمالك، ولكن ان دجله المباراه ظروفها مختلفه عن ظروف مباراه الزمالك. مباراه الزمالك فرقتين كبار، ففي متوقع ان الفرقتين يهاجموا، لكن النهارده المتوقع الاولويه الافضليه للنادي الاهلي. وانا بقول ان النهارده اصعب مباراه، وفرق دجله من احسن فرق بتادي الدور الثاني بعد الكورونا، من احسن فرق بتادي، من احسن نتائج. فرق دجله اوريدي كان عندهم من اكتر فرق عندها استحواذ في الدوري، ولكن عندهم استحواذ مش هقول سلبي، ولكن استحواذ بمغامره كبيره جدا، ان هو بيحاول يعمل استحواذ في اي مكان في الملعب، جوه ال 18 بتاعته، جوه ال 6 يارد، بيعمل حاجات شويه فيها ايجو شويه، هو عايز يقول الناس ان انا بعمل كذا، فده مش حاجه ما كانتش مناسبه لدجله. واعتقد من احسن انا ما بحبش اتكلم عامه في التحليل على مدربين يمشي او يقعد، ما بحبش اروح للحته دي، ولكن دجله من احسن الحاجات اللي اخذها ان هو تاكس جونيز ده مشي، عشان هو مغامر جدا ومقامر كمان. انت بتلعب قمار بفرقتك. أيوة. طول الوقت عايز تتحضر في اماكن. الماتشات اللي خسروها السنه دي والماتشات اللي خسروها السنه اللي فاتت كلها من التحضير. لو جيت بصيت على نسبه 70% من نسبه الاهداف اللي دخلت في دجله كلها كور مقطوعه من التحضير. صحيح. فدجله فرقه منظمه، فرقه كويسه جدا، كان عندهم مع 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 مع, مع, مع تاكس كان بيعملوا استحواذ كويس جدا، ودي نقطه ساعدتهم مع المدرب الجديد ان هو بدا يشتغل بقى على الجزء الثاني. هو تاكس كان شغال على جزء ان هو بيحضر عشان يلعب في ظهر المهاجمين في ظهر الديفنس. مظبوط. ولكن الراجل ده فيه شويه عقلانيه، فيه شويه ان هو بيعرف يقف، عنده الوقفه. تاكس كان مغامر طول الوقت، عايز يعمل ضغط عالي طول الوقت. مظبوط. الراجل ده لعب يعني بعقلانيه شويه وبواقعيه. النادي الاهلي لو لعبوا زي ما كابتن محمد يوسف بيقول هيبقى عندنا مشكله، ان ما ينفعش العب ضد فرقه بتعمل استحواذ كويس جدا، من احسن فرق الدوري بتعمل استحواذ، ما ينفعش العب بفرودين واسيب نص ملعبي مكشوف، هيبقى عندي خسرت نص ملعبي. بلعب باللعيب الثاني في نص ملعبي، لو هو التشكيل جالنا كده مش لعيب، مش مواصفات رقم 8 الاساسيه. مزبوط. هو لعيب رقم 10 وبيأدي رقم 8 لما تكون انت مزنوق. فلما تلعب بيه في البدايه مع فرقه زي دي برضه فيها خطوره، خطوره من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الدفاعيه جدا، لان فرقه دجله من احسن الفرق اللي بتعرف تلعب في نص ملعب. مزبوط. كويس. مزبوط. بيعرفوا يلعبوا من البوكس تو بوكس، دي بيعملوها كويس جدا في الاستحواذ. فان انا افضي نص ملعب عليهم هتعمل لنا مشكله. في نقطه تانية، لو انت بتلعب بفرودين غصب عنك بالفرودين هتعمل ضغط عالي في وقت من الاوقات. الضغط العالي ده في رفيق ابو عنده سرعات عاليه جدا زي ما كابتن يوسف قال، حسام عرفات عنده سرعات برضو عاليه جدا. صح. مروان حمدي من احسن من افضل الفراوده اللي في الدوري، اللي بيعرف يخلق للاثنين الاجنحه مساحات فاضي يشتغل فيهم. بيعرف ينزل بشكل هو متعود عليه، ودي من الحاجات الناجحه اللي عملها تاكيس معاهم. ان هو بيعرف يخلق له مساحه في قلب الملعب يشتغل عليها ويفضي. صح. في ظهر المدافعين للفرقه الثانيه. فانا شايف ان دي مباراه صعبه جدا، ولازم يكون التحضير ليها مختلف تماما عن الفتره عن الماتشات اللي فاتت. لان فرقه دجله الثلاثه المهاجمين بيعرفوا يعملوا فينش كويس. ايوه. بينهوا الهجمات بشكل احسن من الفرق اللي كانت قبل كده. أي. باستثناء الزمالك، ان الزمالك. أي. الخط الهجومي بيعمل بينهي الهجمات بشكل كويس. طبعا. فانا شايف ان المباراه صعبه، ومباراه لازم يكون فيها حذر جدا، ما ينفعش العب ضغط عالي من البدايه، لان دجله بيعرفوا يستحوذوا. وعندهم حارس مرمى عبد المنصف بيعرف يعمل لونج بول كويس جدا، ممكن تلاقيك وانت بتضغط بتلاقي فيه حاجات في ظهرك. صح. ودي كانت من اخطاء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. مزبوط. الحته اللي في ظهر المدافعين. مزبوط. فده النهارده اختبار وحاجه كويسه. حاجه كويسه بمعنى ان انا ممكن استغل ده، ان انا ابدا ابني للي جاي، لمباراه الوداد والمباراه اللي جايه، ان انا اقدر اقفل دي. لو قفلت دي النهارده النادي الاهلي يقدر يقفل الحاجات اللي في ظهر المدافعين بحاجتين. الحاجه الاولى ان لعيبه نص الملعب في فرقه دجله ما ينفعش يبقى عندها وقت كبير على الكوره، ان طول ما هو عنده وقت على الكوره هيبقى تصرفه احسن وهيبقى عنده اختيارات كتير. فلازم يكون في ضغط على لعيبه نص الملعب، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، لو لعيب نص الملعب عنده فرصه عنده وقت انه يلعب الكره الطويله، لازم المدافعين ياخدوا الخمسة 10 متر لورا عشان يبقى فيه فرصه ان هو يجري مع المدافع. مزبوط. مع المهاجم. ولو في فرق لو فرق في سرعات لازم اكمل جري، ما ينفعش العب اوف سايد من النقطه دي. والنقطه الاخيره يعقوبه. يعقوبه من احسن المدافعين، من احسن الباكات اللي موجودين في الدوري، بيعرف ياخد في مساحه. صح. ودي نقطه مهمه جدا. الثلاث نقط دول لو النادي الاهلي قدر يشتغل عليهم كويس ممكن يكسب المباراه بسهوله، ولكن لو قصر في واحده من الثلاثه هيبقى عندنا مشكله.
كابتن هاني برضو النهارده بنقول ان مستر فايلر هيلعب براسين حرب. كنا هنتكلم في التشكيل لان تشكيل جنه، ولكن هو فعلا هيلعب براسين حرب اكيد. فهو التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي النهارده هيبقى محمد الشناوي، محمد هاني في القلب، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ناحيه الشمال ايمن اشرف، في نص الملعب في حمدي فتحي ومجدي قفشه في القلب، على الاطراف جيرالدو واحمد الشيخ، واثنين راسين حربه اليو بادجي ومروان محسن. اما بالنسبه للبدلاء هيبقى علي لطفي، جونيور اجاييه، اليو ديانج، وليد سليمان، محمد شكري، احمد فتحي، محمود وحيد، عربي بدر، محمد فخري. بيلعب راسين حرب. تمام. طبعا الراجل شكله مصمم فعلا ان هو يلعب على الطريقه دي زي ما الكابتن يوسف قال. هو في حاجه في دماغه معينه عايز يعملها او عايز يشوفها بالطريقه دي. الراجل ما دام بيلعب بيها اكيد خلاص، يعني انت حاطط 80 او 85% ان ده الخطه دي اللي هتمشي بيها الفتره اللي جايه. لكن طبعا الكابتن عادل طبعا اتكلم في حته ان النهارده بتلعب وادي دجله. انا شايف ان وادي دجله فرقه محترمه جدا، فرقه من الفرق ان انت تقدر تشوف فرقتك معاها كجيم كويس او كماتش كويس، ان انت هتلاقي الملعب مفتوح النهارده. نادي وادي دجله من نوعيه الانديه ان هي ما فيش عندها الهيبه وبتهبش الفرق الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا النهارده اكيد هتلاقي جيم مفتوح، هتلاقي فيه مساحات النهارده كبيره جدا، وده اللي انا متوقعه في الماتش النهارده. انا مساحات كبيره فين؟ في النادي الاهلي ولا لا؟ لا، في الملعب عامه، في الملعب. الملعب بطريقه لعب طبعا وادي دجله وبطريقه لعب طبعا مستر فايلر، هتلاقي النهارده في مساحات كبيره جدا، هتقدر ان انت تشوف امكانيات اللعبه بتاعتك وصلت لفين. ودي دي دي, دي الميزه النهارده اللي هنشوفها. وده انا متابع دجله بقالي فتره، فرقه كويسه وفرقه محترمه. اتوقع النهارده برضو ان الراجل مستر فايلر النهارده بيلعب تقريبا نفس التشكيل، لكن مش عارف بالظبط مين الشكل اللي ما جابولناش الورقه. ايمن اشرف واجاييه عدو. تمام. فالنهارده تقريبا وعمرو السوليه طبعا لان الاصابه اللي عنده. فاتوقع النهارده الماتش هيبقى ماتش مفتوح. طبعا حته الاثنين الاسترايكر دي برده اكيد الراجل زي ما قلت هو حاطط في دماغه بحاجه معينه عايز يشوفها. فما فيش مشكله خالص. انت برده هتلاعب النهارده فرقه بتحضر كتير. طبعا مستر تاكس لما كان موجود اكيد مفيش مدرب يا كابتن ايمن هيجي هيغير من فكر اللعيبه في ماتشين او ثلاث ماتشات، لا اكيد الوضع هياخد وقت شويه لحد ما اللعيبه تتعود على المدرب الجديد. لكن طبعا وادي دجله بقاله سنتين بيلعب بطريقه معينه كلنا عارفينها، اللي هي التحضير، وان هو بيبقى فيه مساحات كبيره في الملعب، حته عندهم حته الضغط بيعملوها كويس جدا. فالنهارده وبالتالي ابتدى يقفل نص ملعبه، ما بيعملش زي تاكيس زمان بالظبط، يعني ابتدى يقفل نص الملعب بتاعه كمان بالظبط. يعني انا شايف ان الطريقه النهارده بتاعت مستر فايلر دي مناسبه لفرقه بتحضر، يعني دي مناسبه جدا ان انت زي ما الكابتن يوسف قال ان انت هتضغط من قدام، هتقلل الضغط عليك من الحته الدفاعيه بتاعتك. هتلاقي في النهارده بس هي المشكله كلها في الحذر كله في خط الظهر بتاعك النهارده، زي ما طبعا كلنا متفقين ان في مشكله عندنا في خط الظهر، ولازم لا في مغامره في التشكيل بالظبط. طبعا طبعا. لكن انا شايف ان الراجل لما بيجي يحط تشكيله كابتن ايمن ما بيعتمدش على الفرق اللي هتلعبه، يعني ما بيعتمدش على مثلا النهارده هيلعب دجله في تشكيل معين الراجل في دماغه، لا النادي الاهلي ما بيفكرش كده، الفرق الثانيه اللي بتفكر كده. الفرق الثانيه هي اللي بتحط التشكيل على 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 تشكيل النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي طبعا تشكيله ثابت كلنا عارفينه. الراجل مثلا لما بيجي يحط تشكيله بيبقى في دماغه حاجه معينه وعايز يشوفها مع اللعيبه. لكن النهارده اتوقع مباراه هتبقى مباراه حلوه، اتوقع ان شاء الله باذن الله النهارده لعيبه الاهلي تبقى في حالتها. وبالتوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. معانا تشكيل وادي دجله، محمد عبد المنصف لحراس المرمى، ناحيه اليمين احمد رمضان بيكهام، اثنين في القلب محمود مرعي وخالد رضا، على الشمال اسحاق ويعقوبه، وثلاثه في نص الملعب محمد رضا، احمد سعيد، محمد عبد العاطي، ثلاثة قدام حسام عرفات، مروان حمدي، رفيق كابو. البدلاء هيبقى حسين ذكري، عبد الله محمود، بودي، بسام وليد، احمد حسن، عبد الكريم الوادي، ابراهيم عايش، كريم الدبيس، احمد شريف. كابتن علاء ميهوب، تشكيل دجله. تشكيل دجله على الورق ده بنتكلم على الورق 4-3-3. في الناحيه الدفاعيه بالظبط هتلاقي مروان حمدي هو اللي بيقابل على دايره السنتر، هتلاقي الناس دي كلها تحت الكوره، حسام عرفات ملتزم ناحيه من الشمال،
رفيق قابو ناحيه اليمين، وكابو ده هما يمكن يوسف وعادل اتكلموا عليه، هو عنده دورين دفاع وهجوم بيعملهم بامتياز بامتياز بجد. يعني الدفاعيا بتلاقيه نازل وماسك واقف الحته دي كويس قوي، الحته الهجوميه بيعتمد عليها اعتماد كلي في الهجمه المرتده، خصوصا ما يكون عنده المساحات، مقلق جدا، عنده سرعات كويسه ولاعيب مهاري. على الجانب الاخر برضه نفس الكلام عند حسام، الثلاثي الفراوده دايما في مميزات كتير جدا كويسه، وطبعا مروان راجل بيعرف حته احراز الاهداف دي تبقى بالنسبه له مقلق، يعني راجل هداف تقول عليه هداف فعلا، ان فرص قليله قوي بتيجي لكن بيعرف يخلص الكره على طول. نص الملعب عنده هو الفريق ده فيه ميزه كويسه قوي يا كلهم على بعضهم كده، عندهم حته التسليم والاستلام بيعملوها بامتياز، ما عندهمش مشكله فيها حتى لو ضغطت عليهم. أيوة. عشان كده حته النضغط من قدام النهارده بالنسبه لمستر فايلر ما اعتقدش تبقى البدايه. فاهم. صعب شويه. انك لان دول بقالهم سنتين شغالين عليها. بالظبط. وبعدين هو دايما بقول لك دايما اللي تقلق من اللي بيعرف يسلم ويستلم تحت ضغط، ما مش تحت ضغط لا، لكن هو حته تقطع منه الكوره دي سهله بتبقى مشكله عند وادي دجله، عشان كده ما ينفعش تجازف من اول المباراه، عشان كان يوسف بيتكلم على دايما بتروح منك البدايه. في الانتاج الحربي انفراد. أيوة. امبي كان نفس الكلام، فالنهارده مهم لازم تاخد انت البدايه، انت اللي بادئ المباراه قوي جدا دفاعيا وهجوميا، عشان كده ما ينفعش تسيب تعمل ضغط من الاول، الا لو ممكن اول خمس دقائق اللي هو بس ايه رساله كده، انا هضغط قدام بمروان وقالوا بادجي وابدا وتحتهم الاربعه، ممكن بس ارجع تاني طريقه اللعب العاديه اللي هم اثنين راس حربه على دايره السنتر وتحتهم اربعه. اللي هيعمل لك الفرق النهارده في كل اللي احنا بنتكلم فيه كده في الاستوديو الاثنين على الاطراف دفاعيا وهجوميا، لازم النهارده جيرالدو واحمد الشيخ التزام تام في الحته الدفاعيه، لانك بالظبط وانت تفقد الكوره هتبقى بالظبط في اربعه في نص الملعب، لازم اربعه في نص الملعب لان محمد مجدي دفاعيا مش هتلاقيه قوي قوي، متفق مع يوسف ان دفاعيا هو مش قوي قوي، لكن هو هجوميا طبعا هيفيدك كويس قوي، لكن برضه تهمك انك تقفل نص الملعب كويس قوي، يبقى اللي هيعوض دي حته الاربعه في نص الملعب بس هتقفل كويس قوي ويبدا كله تحت الكوره وتسيب باجي وتسيب مروان اللي هم اتنين بس بيقابلوا، لكن بعد كده لازم بالظبط انت لازم تلعب تلت ملعب بالظبط يا ايمن، ما تاخدش مساحات الملعب كلها. أيوة. ما تعملش ستريتش للملعب لان هم عندهم سرعات كويسه وعندهم مهارات كويسه، انت لازم بالظبط انت تحدد الفرقه الكبيره بتحدد اللعب يبقى فين، دي قمه دي بقى قمه التكتيك في العالم، الفرقه الكبيره بتجبرك تلعب فين بالظبط، تتفرج على كل كره عالميه تلاقي اللعب كله في تلت هو بيلعبك في تلت الملعب بالظبط، ما يخليش الملعب يفتح منك قوي لانك عندك في سرعات ومهارات كمان. عشان كده وادي دجله لا فريق ما تتكلم عليه كده كله لا، فريق مقلق، نقاط الضعف قليله جدا عنده الا وتستغلها انت بسرعه، لازم تستغل النهارده سرعتك، دوره مش عارف كويس قوي، مهارات لعبتك دي اللي هتفرق معاك، تحرك بادجي ومروان هي دي حاجات نقاط الهجوم بتاعتك، لازم تستغل الاطراف كويس قوي، في اثنين راس حربه لازم الاطراف تستغلها كويس جدا، ايمن اشرف ومحمد هاني، ودي كانت نقطه ضعف في المباراه اللي فاتت كنا فيها انك انت ما بتعملش عرضيات كتير، تستغل التفوق اللي عند مروان وعند بادجي، يعني انت بتلعب باثنين عندهم مميزات حلوه قوي، بس المميزات دي كلها انت بتضيعها لانك الميزه لا يعني الذكاء تلعب على ميزه اللاعب نفسه. صح. انت ما بتلعبش على الميزه اللي عند مثلا عند بادجي كوره عاليه يا اما بيحطها في جول كويس او بيقدر يصلحها لحد بره، فلازم لازم استغلها كويس. على الجانب الاخر مروان، يمكن مروان بيتمشى وعن بادجي ان هو مروان الكوره ارضيه وتحرك وبيتحرك بيتحرك كويس قوي، يمكن بادجي هو اللي مسمع الايام دي، هو اللي منور شويه وبدا ياخد ثقه، وذكرنا على الهدف اللي جابه وازاي اتحرك فيه، فدي كلها مميزات كويسه قوي، بس المهم تعرف تستغل ازاي مميزات لعبتك. ماشي، هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه ونتعرف منه على الاجواء هناك. مساء الخير يا فاروق، ايه اخر اخبار عندك يا فاروق؟ كل التحيه ليك يا كابتن، كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوف الاستوديو التحليلي الكرام، كابتن علاء ميهوب، الكابتن محمد يوسف، الكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي. خليني يعني اقربك من الصوره اكتر واقرب كل جماهير النادي الاهلي من فريق دجله واستعداده لهذا اللقاء من هنا من داخل استاد القاهره الدولي وفعاليات الجوله الرابعه والعشرين للدوري المصري. مواجهه قويه جدا ما بين النادي الاهلي صاحب القمه والصداره ونادي فريق وفريق وادي دجله صاحب المركز التاسع،
ومواجهه قويه ما بين ريني فايلر السويسري ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي وبابا فاسيلو اليوناني المدير الفني لفريق وادي دجله. نقدر نقول يا كابتن ايمن ان فاسيلو المدير الفني لفريق وادي دجله كان تولى القياده الفنيه منذ شهر فبراير الماضي، هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الان مع عوده استئناف النشاط. كان لعب فريق وادي دجله 5 لقاءات، فاز في 3 لقاءات، فاز على حرس الحدود بهدف، ثم فاز على المقصة ب3 أهداف مقابل هدف، وفاز على فريق مصر مؤخرا بهدفين مقابل هدف، وكان تعادل في لقاءين مع الاتحاد والإسماعيلي. وقبل توقف النشاط كان لعب فاسيلو في أول مواجهة لي مع فريق طنطا بتعادل سلبي بدون أهداف. نقدر نقول مستر فاسيلو النهاردة وفريق وادي دجلة بيعاني من بعض الغيابات في أهم المراكز عنده، غياب ل رجب عمران وغياب لمحمد هلال وايضا رجب عمران ومحمد هلال وعمر صالح. النهارده بيستعين ببعض اللاعبين من فريق 2003، موجود 3 لاعبين من فريق 2003 احمد شريف وكريم الدبيسي واللاعب عبد الرحمن رشدان. في ظل الغيابات اللي بيعاني منها مستر فاسيلو دايما بيميل لطريقه اللعب 4-3-3. بالامس كان المران الاخير لفريق وادي دجله كان بيركز على بعض النواحي الفنيه، وان هو يضيق مسافات على لعبة النادي الاهلي ويقابل من نص الملعب، وان هو يحاول ان يقفل مفاتيح اللعب على النادي الاهلي ويقدر ان هو يحضر ايضا من خلال منتصف الملعب. ادى بعض التعليمات للاعبي الثلاثي الخط الوسط الممثلين في احمد سعيد ومحمد رضا واللاعب محمد عبد العاطي. وبالمناسبه الثلاثه دول اول مره يلعبوا الثلاثه مع بعض في ظل القياده الفنيه لمستر فاسيلو، في ظل ايضا الغيابات اللي بيعاني منها في نص الملعب. مستر فاسيلو واحد من المدربين اللي ما بيميلش كتير لتغيير طريقه اللعب، وهي الطريقه المعتاده 4-3-3، الطريقه المحببه والمعتاده لفاسيلو مدير الفني لوادي دجله. فريق وادي دجله وصل اليوم لملعب المباراه في تمام الساعه 6، كان الفريق بالكامل والجهاز الفني نزل وشاف ارض الملعب واثنى على اللقاء مع التزام بكافه الاجراءات الاحترازيه سواء من مسؤولي الاستاد او من مسؤولي وادي دجله. الجميع اثنى، الجميع بيتكلم على اللقاء وقوه اللقاء، ومستر فاسيلو قال ان النادي الاهلي هو الفريق المرشح بقوه للبطوله، هو خلاص يعني قالها صريحه، قال لك مين هيقدر ينافس النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الفريق البطل وهو اقرب الفرق للبطوله. وقال النهارده مواجهه قويه، نتمنى نقدم مباراه قويه قدام النادي الاهلي. شكرا زميل العزيز فاروق صلاح، هنكمل كلامنا مع نجومنا في الاستوديو التحليلي ولكن بعد هذا الفاصل. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكابتن محمد يوسف، يمكن بعض الغيابات النهارده مؤثره في النادي الاهلي، وطبعا كل اللاعبين مؤثرين، ولكن بعض الغيابات اللي هي من ضمن الاوراق الرابحه علي معلول وعمرو السوليه. وجود أيمن أشرف مكان علي معلول النهارده، هل يعوض غياب علي معلول؟ يعني لا طبعا، طريقة أداء مختلفة خالص. أيمن راجل مساك، لو لعب باك ليفت يقبل إنه يلعب باك ليفت مثلا، لو أنا بلعب مباراة في أفريقيا خارج ملعبي ممكن، مباراة في الدوري أمام مثلا يعني منافس قوي عنده مفاتيح لعب ناحية شمال، يعني قصدي انه ممكن يؤدي الدور الدفاعي بشكل يعني في نسبه اكبر من الجزء الهجومي. بس ده مركزه الاصلي. ايمن كان بيلعب باك ليفت في سموحه، يعني كان بيلعب باك ليفت في سموحه، لكن طول عمرنا بنشوفه مع النادي الاهلي مساك، ومساك ناحيه الشمال. حته الباك ليفت في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيهاجم كويس. نوعيه الباكات اللي على الاطراف، يعني انت بص على باكات الاطراف اللي جت في تاريخ النادي الاهلي هتلاقي مين؟ ربيع ياسين، محمد عماره، سيد معوض، علي معلول، جيلبرتو، عندهم حته هجوميه، نزل هجوميه اللي هو ايه؟ اللي هو احنا دايما نقول بعد نص الملعب ايه تصرفك؟ يعني انت المهم ان بعد نص الملعب لما بتخش في وسط ملعب الخصم ايه الموضوع؟ بتشتغل ازاي؟ فالناس دي عندها حلول باوفرات، بدبل باص، بتشكيل جبهه، واحد ضد واحد، الحاجات دي كلها. ايمن الشق الدفاعي عنده مميز، لكن الشق الهجومي ما هواش بالقدر اللي بيميز بيه مثلا زي واحد زي علي معلول. النهارده مثلا انت عندك محمود وحيد، انا تصورت لما هو ايمن اشرف ان محمود وحيد مصاب او حاجه يعني بيغيب، لكن وخصوصا ان هو اداله الماتش اللي فات، واداله الماتش اللي فات، اداله جزء الماتش اللي فات. فمش عارف ايه وجهه نظره ان النهارده محمود وحيد يبقى موجود على البدلاء، في البدلاء
اكيد في حاجه، اكيد مليون في الميه في حاجه، ممكن يكون في يعني مثلا الولد شعر بحاجه ما اعرفش طبعا، ممكن نبقى نعرف بعد كده في الكواليس، لكن محمود وحيد هو اقرب واحد انه يؤدي الدور بتاع علي معلول. خلينا بقى بعيد عن عن الموضوع يوسف ده، هو ممكن محمود وحيد، هو ممكن يزعل محمود وحيد، عايز تطلع حاجه؟ لا لا اتفضل، بس انا هكمل بعديها تعقيب. طب هو مش يكون ممكن مش عايز يديله مباراه من اولها، حته برضه الضغط ولا بقى وادي دجله في الاول جاري كتير وكده، هو بدنيا اكيد مش هيبقى زي ايمن في عدد المباريات، ولا يعني اصل هو بيتمرن يعني محمود وحيد خد، انا على فكره بس انا بس ايه فاتح نقاش معاك كده، انت خايف ان الحته البدنيه ما تسعفوش، ان هو عايز يديله في وقت يكون وادي دجله، انا بفكر معاك على فكره بدنيا هدي شويه، بس هو لو هنتكلم اتفقنا كده، لو انا فكرت نفس تفكيرك ده كابتن، عندي ايه؟ عندي اجابات. اولا اول حاجه ان محمود وحيد خد جزء الماتش اللي فات، بس يعني لعب ماتشات كتير. النقطه الثانيه ان انت عندك خمس تغييرات، يعني عندك خمس تغييرات ممكن ابدا بيه مثلا واديله 60 دقيقه وبعد كده الجا للحل الثاني، يعني اذا حسيت ان هو مجهد او حسيت انه، رغم ان انا عندي قاعده برضو هقول لك على حاجه، انت عارف اللاعب لما بيبقى غايب فتره طويله بيبقى عنده عايز اقول شغف، عنده 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 حب لانه يلعب، بالاضافه ان عنده مخزون. يعني انا لما يكون معايا لعيب وبقاله فتره بياخد 10 دقايق ربع ساعه ما بياخدش خالص، لما اجي العب بيه اول مباراه مفيش خوف منها. انت عارف اللي تخاف منه وقت تاني مباراه، لانه حرق كل المخزون اللي عنده، ما يلحقش يجمع مخزون تاني عشان يلعب بعد 3 ايام مباراه تاني. بس ما انا عايز اتكلم على نقطه بصرف النظر، يعني محمود وحيد من اللاعبين من باكات الليفت المميزه جدا في الدوري المصري، وانا بقول ان محمود وحيد لو لعب وخد فرصه هيلعب منتخب مصر. محمود وحيد لو لعب في النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي ما بتعطله عن الانضمام لمنتخب مصر انه ما بيلعبش. ايوه بيلعب علي معلول لعيب دولي ولعيب بيلعب في منتخب تونس ومفتاح لعب طبعا مميز، لكن محمود وحيد لو لعب هيلعب منتخب مصر دايركت على طول. ولا هو كابتن عادل خايف، او هو ارى فرقه وادي دجله وطريقه لعبها ومخلي ايمن اشرف في النواحي الدفاعيه اكتر ورا علشان الكور اللي تلعب طويله، خصوصا ان قدامه جيرالدو، وجيرالدو مش من نوعيه اللعيبه اللي هي بتسمح كتير قوي للراجل اللي جاي من ورا ياخد في الحته الفاضيه. ممكن وجهه نظر، خلينا نتفق ان كلام الكوره ما فيهوش مسلمات، الكوره ما فيهاش مسلمات. يعني كل الكلام صح، كل واحد وجهه نظره في في اتجاه صح. يعني لو حياتك متفق ان احمد فتحي يلعب باك رايت على هاني، هتلاقي ان انت هتطلع نقاط قوه ونقاط ضعف لفتحي، وانا هطلع نقاط قوه وضعف لهاني. كويس. فالكوره ما فيهاش مسلمات، الكوره ما فيهاش صح وغلط، فيها ان كل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد ليه رؤيه. يعني كابتن يوسف قال اتكلم في اتجاه، وحياتك كانت في اتجاه تاني ان ممكن يكون واقف عشان رفيق كابو، ممكن يكون عنده صراعات فممكن يكون بيشتغل عليه، وارد. بس لو احنا كنا في اتجاه ده لازم نتكلم في اتجاه الناحيه الثانيه، ان الناحيه الثانيه برضه فيها نفس الشيء، نفس سرعات حسام عرفات ويعقوبه، وانا شايف ان ناحيه الشمال تجميع اللعب فيها اكتر من ناحيه اليمين. صحيح. فبالتالي ان الاولى ان جيرالدو يبقى موجود في ناحيه اليمين والشيخ موجود ناحيه الشمال، هو طبعا هيغيروا اماكنهم، ولكن في الدقيقه 30 النزعه الدفاعيه، النزعه الدفاعيه عند جيرالدو افضل من الشيخ. ايوه. فبالتالي انت برضه محتاج، انا خايف بس من الحته دي، من سيناريو مباراه الزمالك سنه ناحيه الشمال اللي هو كان فيها بن شرقي وعبد الشافي بيلعبوا على هاني لوحده وقفشه مش مكانه. مظبوط. النهارده انت الشيخ طبعا بيلعب وبيأدي بشكل كويس، ادى المباراه اللي فاتت بشكل كويس وبحييه على المباراه، وكان مش هقول من نجوم المباراه ولكن ادى بشكل كويس وكان ليه بصمتين في المباراه على الهدفين، ولكن واجباته الدفاعيه، ولكن واجباته الدفاعيه اقل. صح. وكمان واجباته الدفاعيه تحتيه كمان في عنصر رقم 8 او رقم 6 تاني مش موجود. غيب. فبالتالي انت هيبقى عندك جانب الايمن كله المنطقه الدفاعيه فيه اقل شويه، الا اذا ان حمدي لازم ياخد واجبات، لازم يكون بيميل على ناحيه اليمين شويه بيغطي على ناحيه الشمال لفرقه دجله. قصدك فيها خلل الناحيه الدفاعيه دي ناحيه اليمين؟ ما بالظبط انت بتتكلم يعني هيبقى هاني برده هيقابل مشكله لوحده. طبعا. هاني عنده سرعات، هيقابل سرعات مع حسام عرفات هيشتغل معاه، ويعقوبه، وخد بالك يعقوبه من اكتر اللعيبه اللي في فرقه دجله بيروح يعمل ممكن يعمل كروسات كتير جدا. صح. بيوصل للثلث الاخير كتير جدا. صح. وهو اصلا واجباته الدفاعيه اكتر من واجباته الهجوميه بكتير، الهجوميه اكتر من الدفاعيه. هو شبه علي معلول شويه بكتير، وخد بالك من اهم مفاتيح لعب عندهم. مزبوط. في فرقه دجله. مزبوط. فانا بقول
ان دي برضو نقطه مهمه. طالما لو احنا اتكلمنا ان اتجاه ان ايمن اشرف هيوقف لكابو، انا بقولش ان فرقه النادي الاهلي تقف، وانا برضو من الناس اللي ايه مش طول الوقت انا العب على لعبي والفرقه تلعب عليا، لا العب لعبي لما تكون الكره معايا، لكن والكره مش معايا محتاج ان انا امن كويس عشان انا برضو ممكن استقبل اهداف في اي وقت. أيوة. فبالتالي لازم احترم الخصوم بالذات لما تكون الفروقات مش عاليه قوي. احنا شفنا الماتش اللي فات فتره من فترات، مش كل الماتش، شفنا تقريبا معظم لعيبه النادي الاهلي ورا الكوره الا اليو باجي ومروان محسن. يعني دي كان توجهات اكيد او توجهات من المستر فايلر اكيد. هو التنظيم ده طبيعي لازم يكون موجود في كل الماتشات. انا لو بلعب فرقه بدرجه رابعه طبيعي ان انا لازم ابقى ورا الكوره، لو بعمل ضغط عالي فالكوره قدامي فابقى لازم ابقى ورا الكوره، بعمل زون من تلتين ملعب لازم ابقى ورا الكوره، ولكن ممكن ابقى ورا الكوره ولكن ممكن ايه وضعي؟ أيوه. ايه شكلي؟ ورا الكوره وبضغط ولا ورا الكوره وواقف سلبي؟ ورا الكوره وبعمل دفاع متقدم فبتيجي حاجات في ظهري، ولا واقف ورا الكوره وبرجع ال 10 15 متر دول عشان ما يجيش حاجه في ظهري؟ أيوه. في حاجات كتير المسمى بتاعها ليه كذا تفصيله، فدي مهمه جدا لازم، ودي لازم ناخد بالنا منها. وانا يعني انا شايف ان مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من ناحيه الشمال لفرقه دجله، ناحيه شمال مميزه حسام عرفات لعيب كويس، لعيب بقاله فتره طويله في الدوري ممتاز، بتتكلم في 7 8 سنين بيلعب بصفه دايمه، ولعيب مميز ولعيب من الفرق الكتيره في دجله، ودجله من الفرق اللي قوامها متحافظ عليه. يعني لو بصيت على فرقه دجله دي التشكيل الاساسي بتاعها هتلاقي واحد ولا اثنين متغيرين عن السنه اللي فاتت كلها. صح. فمن الفرق اللي عندها استقرار فني، فدي نقطه برده مهمه. فحته ايمن اشرف ومحمود وحيد ليها يعني كل واحد هيبقى ليه وجهه نظر فيها، بس مهم جدا ان احنا ناحيه الشمال لدجله كل الخطوره من ناحيتها. انت لازم ناحيه اليمين بتاعتها طبعا مش نقلق، يعني مهم فرقه دجله فرقه بيهاجموا ناحيه الشمال كويس، واحنا ناحيه اليمين الدفاعيه مش اقوى حاجه. أيوه. مش هو ده الاحسن تشكيل بتلعب بيه لو انت بتدافع بشكل كويس. أيوه. وانا شايف برضو انه مهم، طبعا احنا عايزين نكسب ماتشات الدوري، ولكن نحضر للي جاي، نحضر لمباراه الوداد، اشوف انسب حاجات تبقى موجوده ليا حتى في المواقف الدفاعيه. لازم احضر المواقف الدفاعيه كتير، ان انت هتقابل مواقف دفاعيه كتير، انت هتلعب بره ملعبك اول مباراه. أيوه. فبالتالي الشغل الدفاعي هيبقى اكتر من الشغل الهجومي بشكل كبير جدا. فانا شايف ان ده لازم يكون فيه ليه تحضير. أيوه. التحضير من دلوقتي، من دلوقتي اشوف التوافيق والتباديل، مين هيبقى اصلح مع مين، مين هيقدر يشتغل مع مين. فده اللي هنشوفه النهارده، واتمنى ان احنا برضو نطلع بنتيجه ايجابيه، ولكن مباراه صعبه. تاني هقول تاني مباراه طبعاً. صعبه جدا طبعا، مباراه صعبه جدا. والكابتن هاني، عايزين نتكلم على الرؤيه الفنيه لتشكيل وادي دجله. يمكن الكابتن علاء ميهوب قال لك الكلام ده على الورق بس، يعني في التشكيل وطريقه 4 3 3 هو قال الراجل مش هيلعب بالاسلوب ده دفاعيا. دفاعيا، لكن هم كابتن احنا اتكلمنا في النقطه دي، وقلنا ان هم بيستغلوا السرعات بتاعتهم، عندهم لعيبه مميزه جدا في الاطراف، عندهم حسام عرفات، عندهم رفيق كابو، لعيبه كويسه جدا. هو الراجل بيشتغل على اللعيبه دي اللي هي بتفتح له مساحات. عندك مروان حمدي ده لعيب هايل ما شاء الله عليه، ماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت. عناصر كعناصر فرديه الفرقه بصراحه انا شايف ان هم فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه كشكل عام. لا الماتش زي ما قلت مش هيبقى سهل، هيبقى صعب على النادي الاهلي. ولكن النهارده برضو يعني اتكلمنا على وادي دجله، لازم نتكلم برضو عن النادي الاهلي شويه. انا بس كان في نقطه عايز اعلق عليها بالنسبه لمحمود وحيد. في حاجه كابتن ايمن برضو، يعني كابتن يوسف لو تشاركني الحوار، انا كلاعب مثلا لما اكون باك ليفت، ومثلا حضرتك انت قلت ان ايمن اشرف بيلعب هيلعب مكاني وهو مش في مكانه، فانا كلاعب هتضايق. يعني انا لما الاقي مثلا واحد كابتن ايمن انت جايب واحد سيرد باك بيلعب، وانا المفروض ان انا مستني الفرصه في اي وقت او في اقرب وقت، تمام، وكمان انت مديلي الماتش اللي قبله حوالي مثلا ربع ساعه او 10 دقائق، فانا نفسيا بتضايق. يعني ده طبيعي، بس خلي بالك هو ممكن بعض اللعيبه بتتقبل على اساس ان هي بقى لها فتره غايبه، فلما تيجي تدخل بالراحه واحده واحده. ما انا اللي كنت لسه هكمل كلامي، فحته ان ايمن اشرف زي ما الكابتن علي برضو قال ان ايمن اشرف رجله في الملعب، كابتن رجله في الملعب وهو جاهز اكتر من محمود وحيد. فمحمود ما يتضايقش، هو اكيد الفرصه هتجيلك، ولما تيجي اهم حاجه تكون انت واقف على رجلك وتستغل الفرصه كويس جدا، وانت في النادي الاهلي. يعني انت في النادي الاهلي، احنا كلاعيبه كابتن كنا ايام زمان كنا
يعني لما بتاخد فرصه بتبقى صعب جدا، وحتى لو لعبت 10 دقائق وربع ساعه ممكن تنزل تجيب جول او جولين وبرده تلاقي نفسك الماتش اللي بعده قاعد، فده طبيعي. فانا شايف ان هو مش عايزه يتاثر بالموضوع ده، وعايزه ان هو يركز، والفرصه اول ما تجي لك تمسك فيها. انا في النقطه بس يا كابتن، النهارده حمدي فتحي النهارده هيبقى عليه عبء كبير جدا طبعًا. لان طبعا قفشه هتلاقيه بطبيعه لعبه هتلاقيه بيزيد دايما كتير، فحمدي فتحي النهارده مطلوب منه مجهود مضاعف ان هو يقدر يملى المكان بتاعه ده النهارده، مع الاضافه طبعا لجيرارد واحمد الشيخ ان هم لازم يساعدوه في الحته الدفاعيه. واتوقع النهارده ان الراجل يعني برده حته الاثنين فراوده دي برده بيعتمد على بادجي بالكوره الطويله يا كابتن، يعني هو عارف ان الراجل جسمه قوي والكور العاليه ده تقريبا يعني 90% بياخدها، فهو عايز يلعب على السكند بول اللي هي بتاخدها بتبدا بيها هجمه من عند الحته التلت الهجومي بتاع الفرقه الثانيه، فدي هتقلل الضغط عليك او هتقلل الهجوم عليك عندك من بالنسبه للخط الظهر. فاتوقع النهارده باذن الله ان شاء الله باذن الله مباراه مفتوحه ومباراه حلوه باذن الله، لان وادي دجله من الفرق اللي بتلعب كوره، ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كويسه باذن الله والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وهنروح للبرتغال عبر سكايب مع المدرب التاريخي للنادي الاهلي مستر مانويل جوزيه. بنرحب بيك مستر مانويل على شاشه قناه الاهلي. سلام عليك فر اول فيو. السلام عليكم للجميع. معايا كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي، وكلهم بيرحبوا بيك. احضان الحاره للجميع، هم ناس كويسه كلها وانا مفتقدهم كلهم. مستر مارويل، الاهلي وصل للنقطه 62 والنهارده بيواجه فرقه وادي دجله للوصول للنقطه 65 والاقتراب خطوه جديده من درع الدوري. شايف ماتش النهارده ازاي؟ فاضل كام اسبوع على نهايه الدوري؟ هو احنا في الاسبوع ال 24 دلوقتي، يبقى ناقص 10 اسابيع بالظبط. Faltam 10 são 30 pontos. Quantos pontos tem o Alali mais que o segundo classificado? O segundo classificado é o Zamalek ou o Mukablu? الاهلي بينه وبين المركز الثاني كم نقطة؟ الاهلي بينه وبين المركز الثاني 17 نقطة. هو دلوقتي 14 لان الفريق النادي الزمالك لعب مباراه زياده. دو سكوند كلاسيكادو؟ سي. سي مشت. مستر مانويل شايف ماتش النهارده ازاي؟ سي. اوكي. برونتو. أنا تطلعت للمباراة ديت، أنا مش عارف المدرب الجديد بتاع وادي دجلة، لسه ما شفتلوش ماتشات كتير. أنا شفت ثلاث ماتشات قبل كده لنادي الأهلي في الأسبوعين اللي فاتوا. بعد فوز الأهلي بمباراتين، بعد مباراة نادي الزمالك كان في شوية صعوبات في المباراتين، وفي المباراة الأخيرة contra o Algona marcou o gol ضد اللعب الأخيرة ضد الجونو جه الجون في الدقيقة الأخيرة. أنا ما عجبنيش الصراحة الأداء الأهلي في المباراة لسبب بسيط، إن كان في فرق نقط كبير، كان في يكون في استرخاء أكتر في اللعب وراح أريحية أكتر في اللعب، فلازم يكون يدخلوا بناحية معنوية أعلى من كده. أنا شايف أن الأهلي لعب شوية صغيرين جدا قدام الزمالك وكمان الفرق اللي بعديها، لأن فرقة الأهلي فرقة كبيرة ومفروض أداءها دايما يكون في كل الماتشات عالي. المباراة النهاردة كمان زي ما قلت ساعة مباراة الجونة، ان المباراه هتكون اتجاه واحد، الاهلي هيكون بيضغط في كل مناطق الملعب وهيحاول يحرز اهداف باسرع وقت ممكن، مع فرقه بتعمل تكتل منخفض في الملعب، بتلعب خمسه تقريبا 4-1 في معظم لعبتها، فهي مساله ان الجون يجي بدري ووادي دجلة يطلع من الأداء الدفاعي ويحاول إنه يجازف ويهجم ويحاول يلعب ويشارك في اللعب ويحاول يتعادل،
سي جول ما سجل سيدو، انما لو الجول ما ظهرش بدري هيكون الهجوم متواصل من الاهلي والوادي دجله بيدافع. ممكن يكونوا منتظرين يلعبوا على الهجمه المرتده لما يفاجئوا بها نادي الاهلي، لان اللي انا شفته من الناحيه الدفاعيه في الثلاث مباريات اللي شفتهم الاخرانيين ان في اثنين لاعبين مهمين مش موجودين في الاهلي، عمرو السولية وعلي معلول، هما اثنين من اللاعبين الكويسين اللي في موجودين في الاهلي. فاثنين لاعبين مش معناها ان الاهلي مش هيمارس الكره بتاعته، بالعكس الاهلي هيكمل الكره بتاعته، بس العزيمة الاهلي انه يحسن السيطره على المباراه باستحواذ الكره، لان الاهلي كان محتاج مفتقد مساله الاستحواذ ديت في المباريات اللي فاتت، فمحتاجين الاهلي يمسك الكره اكتر ويضغط على الخصم وما يخليش الخصم يطلع من منطقته، وعايزين كمان رد الفعل عند خسارة الكرة، لازم يكون رد الفعل فوري عشان استرداد الكرة مرة تانية، فدي كان مفتقدينها شوية برضو في المباراة ضد الزمالك وضد الجونة، كانوا محتاجين رد الفعل السريع والضغط السريع لاسترداد الكرة عشان ما نديش فرصة للفريق المنافس انه يستريح او يفكر. وده الاهلي المفروض يعمله النهارده، ان يعمل الحكايه ديت، وكمان فوق كل حاجه لازم نلعب على الاطراف، اللاعب اللي في الاهلي دايما بيبقى الناحيه الشمال، علي معلول هنفتقده النهارده في الناحيه ديت، والجمل اللي كان بيعملها مع جيرالدو كان بتسمح للاهلي انه يهاجم احسن من الناحيه الشمال، الناحيه اليمين كانت محتاجه احمد فتحي انه بيشارك فيها برضه من الناحيه اليمين بيساعد في الهجوم اكتر، فاحنا بنلعب فرقه النهارده بتلعب 5-4-1، فالاهلي لازم يعدل طريقه لعبه، يضغط دايما، ولازم يكون الباص الدقه بتاعت التمريرات تكون كويسه وما تفتقدش تمريرات، لكن زي ما بقول ايا كانت الصعوبه ما كانش هيكون في اي مفاجاه للاهلي، والاهلي هيكسب المباراه ان شاء الله. هل فرق النقاط الكبير اللي هو بين الاهلي والمنافسين اللي بعده كان سبب من ضمن الاسباب في اختلاف اداء النادي الاهلي بعد العوده من الكورونا، زي ما شفنا مثلا ليفربول في انجلترا، شفنا برشلونه في اسبانيا، هل ده سبب من ضمن الاسباب؟ طبيعي ان اختلاف النقاط فعلا كبير، ممكن يكون في بيدي زي ارتخاء او راحه عند الفريق في ادائه، انما اللي حصل ان الاهلي كان دخل بتوتر في مباراه الزمالك، كان ده اللي ادى ان هي يخسروا. الاهلي احرز هدف وكان عنده فرصتين او ثلاثه لاحراز الاهداف، حسيت ان الفرقه كانت متوتره وكانت مشدوده، لكن بعد كده في مباراه الجونه كان في رد فعل بسبب المباراه السيئه اللي كان عملوها قدام الزمالك، فاللي باين لي إن التأثير السيء لوباء الكورونا على الأهلي هو نفس التأثير على كل الفرق الثانية، هي عدم وجود الجماهير، عدم وجود المساندة الجماهيرية للفرق، لكن مثلا هدي مثلا لو مباراة الزمالك لو كان الاستاد مليان بالجماهير زي في الديربيات دايما، والاهلي كان خسر 3-1 ما كانش الجماهير هيعدوا المباراه كده بسهوله، كان هيتعصبوا جامد على لعيبه الاهلي. فمن ناحيه ثانيه كانت حاجه ايجابيه انهم لعبوا من غير جماهير، نفس الحكايه ضد الجونه
أنا عارف إن الإعلام بينتقد الفريق وجامد بعد الهزيمة من الزمالك. فكرة القدم عامة لازم يكون فيها جماهير دايما، لكن درجة التطلب العالية من الجماهير للأهلي أعلى بكتير من وادي دجلة اللي ما عندوش أي ضغط جماهيري، فعشان كده في ميزة للأهلي دايما في الفرق النقط بينه. واضح طبعا انك متابع النادي الاهلي في الفتره ديت، ويمكن من مكاسب النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت اليو باجي اللي هو راس حربه النادي الاهلي اللي هو متالق بقاله تقريبا اكتر من 3-4 مباريات. ايه رايك في اليو باجي كراس حربه النادي الاهلي؟ انا جات لي فرصه قبل كده ان اتكلم عنه كلاعب. هو لاعب راس حربه طويل وقوي وبيتمركز كويس جوه 18، هو بيلعب كويس بالراسيات وبيشوط بالرجليه الاثنين بسهوله جدا، لكن انا شايف بس ان هو بيلعب معزول تماما، لان الاهلي بيلعب ضد فرق بتلعب 4-5-1 والاهلي بيلعب 4-2-3-1 بيلعب براس حربه واحد، وفي فترات بيظهر الجنبين بيعملوا عرضيات او بيلعبوا لعب لجوه المنطقه، بيظهر اللاعب دوت كهو لاعب كويس بس يبقى كانه جزيره معزول عن بقيه الملعب، فهو محتاج ان يكون حد يكون معاه جوه 18. فالفرق المفروض في الماتشات زي دي بتلعب 4-3-3 عشان الجنبين لما يدخلوا لجوه لمنطقه راس الحربه بيعملوا 3 جوه 18 والباكين بيطلعوا في الملعب، ويبقى تقريبا 5 لاعبين في عندهم الامكانيه انهم ينهوا الهجمات. لكن احنا بنلعب 4-2-3-1 ضد فرقه دفاعيه لاقصى درجه، ده ما بيعملش ملوش معنى بالنسبه لي، وده بيخلي الرئيس راس الحربه مع انه لاعب كويس في الماتشات اللي فاتت وصلت له كور قليله جدا يقدر ينهي الهجمه بيها، فهو معزول تماما لان الكواليتي بتاعت الماتشات اللي فاتت ما كانتش حلوه قوي عشان تظهره كراس حربه، فهو بيتضر انه بيلعب لوحده في وسط المدافعين الكتار دول. هو يبدو ان مستر فايلر سمعك، فهو النهارده بيلعب براسين حربه، يعني النهارده اليو باجي ما بيلعبش لوحده، بيلعب جنبه مروان محسن، فهل دي هتدي له شكل افضل المباراه النهارده؟ الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله. انا ما بتكلمش فرنساوي بس شكل مستر فايلر سمعني اكيد، بس ممكن بكلم انجليزي بس فرنساوي لا بكلمه. الو طيب، هل تتوقع اهداف الشوط الاول النهارده؟ واحنا نلعب باثنين راس حربة، لو الاهلي حسن الكواليتي بتاعت اللعب بتاعته من الجنبين مش بس يلعب من الناحية الشمال زي ما بيلعب عليها دايما، والنهاردة بخصوصا في غياب علي معلول، لكن انا شايف ان فعلا انا مش عارف فرقه وادي دجله ومع المدرب الجديد، فانا متهيألي ان الاهلي هيحرز اهداف، بس لكن اعرفه ان وادي دجله هيلعب على التحول الهجومي او على الهجمات المرتده وبيدافع تقريبا بكل الفرقه، وما الاهلي مع اثنين راس حربه لو الكواليتي بتاع اللعب على الجنبين واللعب اللي من جوه احسن اكيد هيدي الامكانيات اكبر انه الاهلي يحرز اهداف. لو وليد سليمان لعب ورا اثنين راس حربه دول لانه لعيب كويس جدا في الباص الاخير وبيحرز اهداف كمان، هو ما ينفعش يلعب على الجنبين، لازم يلعب ورا راس الحربه. لما يلعب ورا الاثنين راس حربه دول الاهلي هيبقى عنده امكانيه كبيره جدا انه يخلق فرص اهداف ويستغل فعلا اثنين راس حرب اللي موجودين قدام. شكرا جزيلا مستر مانويل، واكيد هنلتقي مره ثانيه بعد المباراه. اوكي كابتن علاء، احنا اتكلمنا عن النواحي الدفاعيه كتير قوي بالنسبه للنادي الاهلي، عايزين نتكلم شويه عن النواحي الهجوميه. النواحي الهجوميه انت يعني دايما النادي الاهلي معروف بالاطراف بتاعته، يعني عندك ايمن اشرف مع جيرالدو، وعندك محمد هاني مع احمد الشيخ
الاجنبي لازم تشتغل كويس جدا عشان تستغل بادجي ومروان يعني. حتى مستر جوزيه دلوقتي كان بيتكلم على ان هو كان دايما لوحده ومفيش كوره عرضيه بتيجي كتير. فالنهارده انت كل اعتمادك هيبقى على الاطراف كويس قوي، بس لازم في بدائل يا ايمن. لازم اكيد، ما هو اكيد 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 على الجانب الاخر برضو وادي دجله عارف او مدى خطورتك على الاطراف، عشان كده تلاقي كل الجناح ملتزمه كويس قوي دفاعيا. لازم الحلول تيجي من الناس اللي في نص الملعب. محمد مجدي مهم جدا النهارده، وحمدي حته التكمله وحته اللعب الهجومي اللي قدام دايما، ما نغليش قوي على الاطراف، هو ده المهم. وادي دجله طريقه لعبه النهارده مع الشكل مع كل المكتوب ده هتعتمد عليك انت. انت اللي هتجبر وادي دجله طريقه لعبه ايه حسب وادي دجله بس. ليه؟ وادي دجله عنده امكانيه لعيبه بتاعت تمسك كوره كويس جدا في نص الملعب، ثلاثه نص الملعب لو اديت لهم الفرصه يا ايمن النهارده يمسكوا كوره، نادي الاهلي هيتعب جدا النهارده في استخلاص الكوره زي ما قال عادل فعلا. دي حقيقه. ثلاثي متميز جدا في احتفاظ بالكوره، ما عندوش اي مشكله لعبه تحت ضغط. عنده محمد عبد العاطي انا شايف من احسن لعيبه نص الملعب موجوده في الدوري كله. يعني الغريبه ان ازاي ما حدش مفيش حد واخد باله من اللعيب ده. لعيب هايل، استلام وتسلم بتاعه مفيش مشكله فيه خالص، صانع العاب ممتاز. عشان كده بقول لك المشكله النهارده في نص الملعب عندك. نص الملعب عندك الرباعي مش الثنائي بس، عشان يبقى الامور واضحه. رباعي جيرالدو مع احمد الشيخ. لو اديت فرصه لثلاثي نص الملعب وادي دجله النهارده هيبقى فيه تعب كتير جدا. استخلاص الكوره دي حاجه ايمن، ان انت دايما تبقى في موقف دفاع، وده انت مش عايز كده، دايما عايز انت معاك الكوره، عايز دايما انت في موقف هجومي ووادي دجله بيدافع. عشان كده بقول لك النهارده لعيبه النادي الاهلي هي اللي تتحكم في وادي دجله مش العكس خالص. لو اديت مساحات هتتعب هتقلب الكوره. لو ما اديتش مساحات هيبدا يلعب على اللعب الطويل الى حد كبير، وده بالنسبه لك انت اي مدافع. يعني يوسف موجود اهو كمان حلو، اول ما تجيله الكوره عاليه انا شايفها واقدر اقدرها واروح واستلم. لكن لو اديت المساحات مع الثلاثي كمان الهجومي هيبقى في تعب كتير النهارده. كابتن محمد، بالنسبه للتشكيل برضو زي ما قال الكابتن عادل برضو الفقره اللي فاتت، ان وجود جيرالدو واحمد الشيخ في مش اماكنهم، يعني هو المفروض ان هم كل واحد يتبادل، المفروض الاثنين يلعبوا في نفس المكان ناحيه اليمين. لان الاثنين شول، الاثنين شول. فهم دلوقتي دايما احنا بنبدا بتبقى البدايه 7-8 دقايق بتبقى بدايه بالنسبه لنا احنا كويسه قوي، وبعدين الامور بتهدى، ودايما في المباريات اللي فاتت يتاخر الهدف للشوط الثاني. بص هو طبعا مقبوله شويه ممكن ملعب جيرالدو مع احمد الشيخ، لان عدم تقدم ايمن اشرف هيخلي جيرالدو يشتغل واحد ضد واحد مع احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام بطبعه هو اساسا مساك. يعني هو من ولاد النادي الاهلي ومن العناصر ال 97 المميزه، وبيلعب منتخب مصر مع كابتن شوقي غريب. ولكن التسارعات تبدو في صالح جيرالدو. طبعا في صالح جيرالدو، فاعتقد ان جيرالدو هيشتغل مع احمد رمضان بيكهام في حته واحد ضد واحد فردي. في حته انه ياخد من ظهر احمد بيكهام في المساحه اللي ما بين بيكهام وخالد رضا او محمود مرعي، ايا كان فيهم خالد رضا اللي ناحيه اليمين. فدي شويه ممكن يكون محطوط جيرالدو عشان ايمن اشرف مش هيتقدم بالكثافه اللي بيتقدم بيها علي معلول او اللي بيتقدم بيها محمود وحيد لو كان بدا. بالنسبه لاحمد الشيخ ده مكانه، احمد الشيخ هو بيلعب على طول طرف يمين سواء في الاهلي او لما كان في المقاصه. المطلوب مهم جدا يا كابتن النهارده مش الحته الهجوميه. يعني مطلوب النهارده ان احمد الشيخ وجيرالدو بمجرد فقدان الكوره او انتهاء الهجمه لازم ينزلوا جنب مجدي قفشه وحمدي. جنب ليه؟ عشان يبقى عندك اربعه تحت الكوره. الاربعه اللي تحت الكوره دول مع اربعه بتوع خط الظهر اللي هو هاني وربيعه وياسر وايمن، يبقى انت كده عندك 8 تحت الكوره وانت بتدافع. مهم جدا. انما لو جيرالدو واحمد الشيخ كسلوا هيبقى هنا في نقص في حته نص الملعب. هتلاقي محمد عبد العاطي مع احمد سعيد مع محمد رضا الثلاثه هيمسكوا الكوره في وسط الملعب. واعتقد انت هتلاقي حمدي فتحي لوحده بس. ما عشان كده بقول لك، لان قفشه بطبعه حتى لو تواجد وتمركز جنب حمدي فتحي بس ضغطه طريقه ادائه في الدفاع ما هياش زي حمدي فتحي. حمدي فتحي بيروح بيضغط بيشتغل بقوه، السوليه كذلك، اليو ديانج كذلك.
يعني دي بقى سمات مميزه للاداء بتاع كل لاعب. مش هتقدر النهارده تطلب من قفشه تقول له قفشه مثلا اتزحلق واضغط وبالكتف لا مش هيقدر. لكن هو ممكن يتواجد ويقفل ويقفل جنب حمدي. عشان كده انا بقول لجيرالدو واحمد الشيخ عليهم دور كبير جدا في ان هم يملوا وسط الملعب عشان ما يحصلش استحواذ من ثلاثي دجله. انا بكرر تاني، رضا واحمد سعيد ومحمد ابو عاطي التلاتة لعيبه كويسين، لعيبه كورتهم عاليه، بيعرفوا يستحوذوا، بيعرفوا ينقلوا، وحسام عرفات وكابو كمان معاهم، فهتبقى في كثافه. هنشوف اهداف الشوط الاول كابتن علاء ان شاء الله النادي الاهلي. كابتن عادل، المباراه فيها اهداف. الشوط الاول، الشوط الاول مباراه، يعني مباراه فيها اهداف، مباراه فيها اهداف، واعتقد المباراه فيها اهداف كتيره. كابتن محمد، تفوق للنادي الاهلي ان شاء الله. الشوط الاول هنشهد اهداف ان شاء الله. كابتن هاني، انا مع راي كابتن عادل، هيبقى في اهداف كتيره في المباراه ان شاء الله. في المباراه الشوط الاول في الشوط الاول باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح نتابع المباراه ونلتقي بكم بين الشوطين، وان شاء الله فوز للاهلي.